بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه بين الممر النبيل والحق الاصيل مصر تنتصر للانسانيه ابراهيم اهلا بك يا شمانسو. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقه 863 من ملك وكتابه لقاء الاثنين تاتي في اطار هذه الاحداث الداميه في غزه نصر الله الحق وفلسطين الحلقة 863 هذه أبرز عناوينها لذا لازم التنويه والتحذير تعالوا نهد الكباري الوهمية من براءة تاو لخطورة يانج وقوة بلوزداد وبدات رحله السوبر ليج الافريقي. هنا يمر خامس العالم وملك الثلاثيات. السله وقمه المصالحه الجمعه في البحرين. واخيرا الاسكواش في المونديال. النهارده الاهلي بيواصل تدريباته. استعدادا للمباراة المهمة اللي مع سيمبا التنزاني في استاد دار السلام العاصمة التنزانية مساء يوم الجمعة إن شاء الله الفريق بدأ تدريباته منذ الأحد تحت قيادة مستر مارسل كولر اللي بدأ التدريبات بمحاضرة للاعبين قبل المران وبعدها بدأت التدريبات البدنية في قلت الجيم لك إيه؟ وفقا للبرنامج إيه؟ اللي وضع الجهاز مش هينهي المباراة بفوز مصر عمره تعدت الجزائر 10 دقايق وقت وطارد لعيب ها لحد ما تعدت الجزائر طيب منتخب مصر يتعادل مع الجزائر في هذه الوديه المهمه جدا في استاد الزعب بن زايد بمدينه العين الاماراتيه الحقيقه كل المباراه من اولها يمكن باستثناء اول 10 دقائق وربع ساعه سيطره للفريق الجزائري لكن بعد محمد هاني طرد محمد هاني للاسف افقدنا اثنين لعيبه كانوا فعلا لغايه لحظه خروجهم متالقين هاني كان بادئ مباراه كبيره جدا وزيزو كمان كان عامل مباراه كبيره في نص الملعب روي فيتوريا بعد طرد هاني اضطر يسحب زيزو علشان يشرك عمر كمال عبد الواحد الظهير الايمن وبرغم هذا النقص العدد يا باشمهندس كنا الاخطر والاقرب للتسجيل اكثر من مره الجزائر ما ضيعتش فرصتين طول الماتش انا يعني احنا واحنا داخلين آه كان فاضل آه ست دقائق أيوه. بعد العشر دقائق اللي حسبهم ايوه وكانت النتيجه واحد صفر انا ما اعرفش حتى الجون جه ازاي وايه ظروفه يعني. أي. لكن يعني الحقيقه كان يستحق مصر والمنتخب المصري ان يفوز بهذه المباراه. لأول مرة تشعر ان المنتخب المصري المصري ينتزع الاحترام الكروي الذي يستحقه. مه. فعلا يعني آآ آآ يعني مباراة خسارة ما تخرجش بيها فائز. لإنها يعني بمقياس الفرص الضائعة كرة في العارضة ومصطفى محمد مصطفى محمد أسهل لا فرصة لا مش أسهل هو هو أفضل فرصة لينا في آه الماتش يعني, يعني صلاح في العرضة طيب ما هي دي بقى رأس الجون بس راح فين؟ على جنب طيب ما هو يعني آه صعبة يعني يعني هو لعبها على قد ما قدر والجون والباك إنما الـ 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 وتريزيجيه وبشكل خطورة طول المباراة يعني كان يجب أن تكلل جهود هؤلاء اللاعبين بالفوز بالفوز ويا ريت يحكوا لنا بس إيه الجون جه إزاي عشان نقدر على فكرة يا جماعة من أهم مكاسب المباراة يعني. من أهم مكاسب المباراة الروح العالية اللي لعبتنا أدى بيها الحقيقة محمد صلاح يمكن دي واحدة من أفضل مبارياته مع المنتخب بذل مجهود كبير وجري كتير وتحمل مسؤولية كتير طوال المباراة تريزيجيه ما شاء الله عليه. بقيه اللعيبه حتى حمد فتحي صاحب الهدف عامل مباراه كبيره جدا. والطرد وانت بتلعب بعشر 10 لعيبه وقدام فريق زي الجزائر اهم سلاح الفريق الجزائري الروح والحاله البدنيه، الاثنين كانوا عند الجزائريين باستمرار من ابرز سمات الكره الجزائريه، لكن انت النهارده الضغط افضل، الالتحامات انت الاقوى، الانتشار انت الاسرع، التحولات من الهجوم للدفاع انت الافضل فيها. وخلق الفرص انت الاخطر. برغم النقص العددي في وقت مبكر من المباراه لكن اعتقد روي فيتوريا استفاد كتير جدا من هذه المباراه اللي ممكن تمثل حجر زاويه لمسيره المنتخب. اهم حاجه اللي استفادها اللاعبين. مم. عرفوا انهم يقدروا بمزيد من الاصرار والاراده والجهد يقدموا كوره يعني تقنع افريقيا والعالم. أي. وان عيب عيب ما يحدث من نتائج وتذبذب ده لا يعكس خالص القدرات اللي بتمتلكها مصر مش معنى كده ان احنا هنقول ان كان في بقى يعني تطور خططي وبتاع لكن مؤكد ان كان في جبهات ما كنا ما شفناش قبل كده قبل الطرد كان في جبهات وخصوصا الخطوره من الجبهه عكس ما توقع الجميع ابتديت من الجبهه اليمنى هاني وزيزو وبعدين صلاح اللي دخل جوه ولكن الخطوره كلها كانت من اليسر ادينا مباراه قويه بتقول يا جماعه المساله هي سر كره القدم اللعب الجماعي والاراده والعناد والكفاح ان تحظى بالاحترام هو ده غايه المنافسه إذن ده كان اللقاء المهم جدا وآخر مباراة للمنتخب الوطني قبل ما يبدا بقى ان شاء الله تعالى منتصف نوفمبر اولى المباريات في تصفيات كاس العالم هيلعب مع جيبوتي يوم 15 نوفمبر وبعديها هيلعب مع 18 المباراه يوم 18 المباراه الثانيه فاعتقد مستر روي فيتوريا النهارده بيدش مرحله جديده ومهمه في مسيرته مع المنتخب كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص لان انت هتلعب ماتشين في نوفمبر وفي ديسمبر هتدخل معسكر اعداد وفي يناير تبدا كاس الامم الافريقيه في ابيجان اعتقد الكل بيحط منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبع القاب في الكان على قائمه المرشحين لاحراز اللقب مصر دايما مرشحه مهما كان الوضع التاريخ والجغرافيا والكيمياء والطبيعه وقول اللي تقول لما يكون مصر هو اكثر الفرق فوزا بهذه البطوله يبقى مش من فراغ ايوه يبقى انت عندك بتجيلك لحظات أه أه تترهل فيها و لكن دائما انت زاخر بالمواهب. <applause> فنتمنى ان احنا نخش بهذه الروح بتاعت اللي شفناه النهارده أه نستطيع ان نحقق الكثير. باذن الله تعالى. البعثه هترجع اخر الليل ان شاء الله تعالى او فجرا عشان يكون لاعيبه الاهلي بكره الصبح موجودين مع النادي ان شاء الله تعالى استعدادا لسفر الفريق باذن الله. إلى مدينة دار السلام للقاء سيمبا التنزاني في انتظار وصول بقى اليوديانج اللي بيشارك مع منتخب مالي في مباراته الودية ضد السعودية وأيضا علي معلول اللي موجود في اليابان مع منتخب تونس وحيلعب بكرة الظهر في توقيت القاهرة ويتحول بعدها مباشرة عبر رحلتين ترانزيت إلى دار السلام يلحق بالبعثة هناك قبل ساعات من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء الجمعة واللي الكابتن خالد بيبو حرص على انه يسبق هو والمهندس سمير عدلي البعثه هيسافروا قبلها بيوم ان شاء الله الى دار السلام عشان يرتبوا لكل امور الامور البعثه واطمئن خالد بيبو على كابتن علي معلول على ترتيباته والدكتور احمد جاب طبيب الفريق ايضا بدا مرحله اخيره في تاهيل عمرو السليه ومتولي بينما اقترب كثيرا رامي ربيعه وايضا امام عاشور من المشاركه بعد ظهورهم بشكل بدني جيد في التدريبات انه يكونوا ضمن قائمه المسافرين باذن الله مع الفريق الى تنزية. انتظم كمان كريم ندفد في التدريبات هو وصلاح محسن بعد ما انتهوا من البرنامج العلاجي والتاهيلي وكريم فؤاد هو راخر بيواصل برنامجه التاهيلي علشان يرجع للفريق ان شاء الله تعالى. اليو ديانج وصل بالفعل للقاهره خلال الساعات اللي فاتت وقد بعد ما خ... ادى المباراه بتاعته مع منتخب السعوديه كانت في ال... في المباراه الاولى في الاجنده الدوليه ولاعيبه الاهلي حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاد ديانج قبل بدايه المران ديانج لاعب مخلص جدا يا باشمهندس وما بيضيعش وقت في جديه سمه المميزه لهذا اللاعب دايما جد ايوه وبيؤدي بجديه ايوه احيانا يعني معظم الواد بي بيجيد بي واحيانا ما يخطئ ولكنك بتغفر له لانك تشعر انه جاد ونبيد بيدي كل اللي جواه ده كلام مهم جدا واعتقد الفريق بدايه بطوله جديده بقى يعني انك انت تبدا مع فريق سيمبا التنزاني في دار السلام بدايه البطوله الدوري الافريقي شوف الماتش ده قلقني مم. لانه اولا دائما هذه المباراة في دار السلام م. وتحديدا مع سيمبا بتبقى مش سهلة. تشعر من كلامهم انه حاطين المباراة دي في مكانة اللي, اللي بتخليهم يعني تركيزهم و... و... وتطلعاتهم و... واهدافهم من هذه المباراة قوية جدا جدا جدا. م. يعني هم شايفين ان ان اه بيلعبوا افضل فريق في افريقيا لكن ده كان في حد ذاته حافز ان عايزين نقصي هذا الفريق عشان نقول للعالم كله سيمبا يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل ايه؟ انت رايح طبعا في ظل تجمع مش افضل حاجه لانك انت لعيبتك الدوليين لسه هيرجعوا لك هتكتمل بعد بكره معرفش حتى شكل الاستعداد هيبقى عامل ازاي لكن في النهاية النادي الاهلي بيراهن على خبراته الافريقية وقدراته الفنية وما اظنش بقى ان احنا يعني سنلدغ من جحر جحر سيمبا مرتين يعني ده آه. كلام مهم جدا اذا يبقى الاستعداد الجاد لهذه المباراة وتبقى ضربة البداية لذا لازم التنويه والتحذير الحقيقة ملك وكتابة من فترات طويلة جدا مستهدف انك باستمرار تلاقي صفحات باسم البرنامج والجديد كمان جروبات باسم البرنامج وبسمينا شخصية وبالاسم يعني جروب باسم ملك وكتابة وفي عدد كبير من المتابعين وصورة المهندس عادل وصورته الصورة الرئيسية بتاعت البرنامج فلقيت اكتر من واحد يكلمني زعلان من بعض الحاجات اللي بتتكتب على الجروب ظنا ان احنا المسؤولين عن ده ويقول ما يصحش ده يتقال كذا وما يصحش حد يقول كذا وبعدين لما بيبعت لي صوره من الجروب الاقي زي ما هتشوفوها حضراتكم دلوقتي هتلاقي ملك وكتابه وصوره المهندس عادلي وانا كما لو كان ان ده الجروب فعلا ملك وكتابه عليه عدد كبير مش عارف 300 الف متابع والحاجات اللي بتنشر او بتتقال فيه الناس بتنسبها لينا ظنا منهم ان احنا ده الجروب بتاع البرنامج ملك وكتابه ملوش اي جروب ملوش اي صور اريد بس المخرج بعد اذنكم يوريكم الصوره بتاعت الجروب اللي موجود على الـ 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 باسم مالك وكتابه هتشوفوها طيب لسه كمان هو رخر مش جاهز الجروب باسم مالك وكتابه بالصور صفحات عديده باسم المهندس عادل القيعي وانا ما عنديش اي صفحات لقيت اربع خمس صفحات باسم المهندس عادل القيعي اتفضلوا ده تنويه يعني انا مش عارف انا اشوفه فين كمان ده تنويه باسم ملك وكتابه هناك العديد من طلبات العضويه والمنشورات ده هو الساده مسؤولي ومشرف جروب ملك وكتابه المحترمين وانه كذا وكذا وكذا ونرجو كذا طيب هات لي الصوره نفسها بتاعت الجروب يعني دي واحده من الصفحات اللي باسم المهندس عدلي حساب باسم عدلي القيعي وصورته حساب تاني باسم عدلي القيعي القيعي وصورته غيره ده هم أربعة أو خمسة عدل القيعي صورة مختلفة واللي وممكن الكتابة تبقى مح... ومرة يقول لك الدولي عدل القيعي ومرة مش عارف مدير الصفقات وخبير الصفقات عدل القيعي بالاسم والصورة والجروب بتاع ملك وكتابة في صورة البرنامج هتشوفوها دلوقتي غريبة جدا كما لو كان ده الاوفيشال أو الرسمي فعلا الصورة بتاعتنا بتاعت ملك وكتابة اللي هي في في القناة هي المستخدمة وبعدين الصور المهندس عادلي صور المهندس عدلي صور متاخدة من البرنامج، لقطات بروفايل من البرنامج باسمه. هي المشكلة إن الناس بتكتب حاجات وآراء لا يا ريت نشوف الصورة بتاعت الجروب نفسه اللي فيها صورة ملك وكتابة بالشخصين نفسهم. هي دي الأخطر لأنه فيها عدد كبير جدا اهي ده جروب بصوا ملك وكتابه بالصوره الاوفيشال اللي هي في القناه الصوره الرسميه والناس بتبعت لي ان الجروب بيقول حاجات شايفين ان هي بت... يعني بتضايق الجمهور او بتعمل مشاكل بالنسبه للنادي لانه كمان دي وضع قانوني يا اللي عامل ده حاطط الصوره الرسميه بتاعه الشخصين وحاطط اسم البرنامج بنفس السلوجان بتاع ملك وكتابه في التاكيد على انه ده جروب البرنامج او جروب عدل القيعي وابراهيم المنيسي والحل يعني انا يعني هنفضل دايما نقعد نعمل بلاغات والناس تزعل لما تقعد تبلغ المباحث الالكترونيه بس الانت فعلا يقبل ده لكن ما احنا حل... مش عارفين مين وراه كمان هو يعني مش فكره ان يقول كلمتين حلوين عنك وبعد كده وبعد كده يروح حاطط السم في العسل يدخلك في مشاكل أو حتى لو كان كلامه كله إيجابي، يا سيدي اتكلم انسب كلامك لنفسك. آه. ما ما ما, تس ما تحط مش عايزين الفضل ينسب لي علينا. لينا. آه. واحنا مش خلي صح... الحاجة الكويسة ليك. اه مش أصحاب فضل فيه. يا جماعة أنا والله ما ليا جروبات ولا أعرف أعمل جروبات ولا و... بشارك في جروبات و... و... وفي نفس الوقت مالك وكتاب أهو رئيس التحرير بيقول لك ما حاجة من دي. طب هنعمل إيه؟ احنا باستثناء الصفحة الرسمية اللي موجودة ضمن القناة. ضمن قناه الاهلي على ودي السوشيال دي. علي ودي على اليوتيوب ودي الرسميه لكن غير كده انا ما اعرفش يعني يعني زي ما انت شفتوا حتى المهندس عدلي اربع خمس صفحات دي اللي وقعوا قدامي كل ما واحد يشتكي بحاجة حاجه ايه اللي بيقوله عدل القيعي اقول له يا عم ما قالش حاجه يقول لي لا مكتوب فيبعت لي صوره ابص طب هي صورته واسمه طب وبعدين وبعد كده جروب ملك وكتابه يعني نتفرغ بقى لل, لل... للنواحي القانونيه ما ما نعيش حياتنا بقى وما نشوف شغلنا يعني يعني ما اعرفش مع كل الاسف لو دخلنا في سكه قانونيه زي ما الناس القانونيين قالوا لازم يحصل تبليغ ولازم يبقى فيه اجراء رسمي مش عايزين نضطر لكده بس لو اضطرينا يعني اتمنى الناس تبقى مت يعني متفهمه ده لان انت ما تعرفش ده وراه مين ما في احيانا منافسين اخرين بيعملوا ده ويفضل يقول كلمتين حلوين لغاية لحظة معينة هيضرب الضربة بتاعته وساعتها مش هتعرف تقول مين ده أتمنى أنه الأمر يكون واضح لأنه الشكل اللي انتوا شفتوه ده غريب وعجيب الحقيقة لذا لازم التنويه والتحذير لكن تعالوا نهد الكباري الوهمية الأسبوع اللي فات استعرضنا كلام الكابتن هشام نصر كابتن هشام نصر قال لك ده الفيفا بيدرس النموذج بتاع الكوبري بتاع كهربا وبعدين امام عاشور كوبري نموذجي وفضلوا شاغلين نفسهم بحدة اصل الاهلي عمل كوبري لامام عاشور وكلام كتير قوي كما لو كان الاهلي خلاص تفرغ لانشاء الكباري ومع كل واقعة بتظهر الحقيقة محدش بيتكلم إمام عاشور اتكلم عنه مدير الكرة في نادي الزمالك كابتن عبد الواحد السيد لما بيسألوا إبراهيم فايق على انتقال إمام عاشور للأهلي وهل راح للزمالك ودخل الزمالك طرف ولا لا اسمعوا مدير الكرة بنفسه قبل ما تتكلموا على الكباري وتلوموا الأهلي هنشوف فيديو عبد الواحد السيد امام عاشور كلمني للعوده الى الزمالك قبل توقيعه للاهلي نعم ام لا اه وايه اللي حصل كان الموضوع كله في الناحيه الماديه ماشي اللي بعده امام عاشور كلمني للعوده الى الزمالك قبل توقيعه للاهلي نعم ام لا اه وايه اللي حصل كان الموضوع كله في الناحيه الماديه ماشي اللي... طيب تعالوا نتوقف هنا لحظه واحده مدير الكرة بيقول ان امام عاشور رجع وقال له انا راجع مصر حصل قال له اه طب ايه المشكله قال له الناحيه الماديه اذا عدم القدره الماديه لنادي الزمالك حاله دون استرداد امام عاشور وسداد المبالغ الماليه اللي اتدفعت فيه قبل كده وهي 3 مليون وحاجه يورو لكن المدهش ان يتاجر بهذا الكلام ناس هتبقى مسؤوله او مرشحه ان تكون مسؤوله وقيادات داخل نادي زمالك في المجالس اللي جايه وكل ما تيجي تتكلم يقولك مش كنتوا بتشتكوا من استاذ مرتضى او مش موجود احنا مش بنشتكي من استاذ مرتضى كشخص احنا بنشتكي من بنشتكي من اسلوب وتفكير بالظبط ها ينبغي ان الاسلوب والتفكير مستمرين ولكن بلهجه ما فيهاش شتيمه لكن فيها ما هو اكثر من الشتيمه انك بتطعن الاهلي في مصداقيته لانك بتقول الطريقه الكلام ده بقى ايه بطريقه شيك قوي وبكلام وب يعني وانت تتحدث وتملك ناصيه الحديث فالناس ممكن تصدقك فالحمد لله كل مره يدعوا النادي الاهلي إيه؟ ياتي تاتي الحقيقه من داخل نادي الزمالك نفسه يعني لما قيل ان الاهلي والاستفاده من المؤجلات يطلع ايام اللجنه الكابتن حسين لبيب ها يقول ده احنا اللي كنا منسقين مع احمد مجاهد عشان نضغط النادي الاهلي لانه يعني الاهلي يتاجل له واحنا نلعب ماتشاتنا عشان عارفين الاهلي هتضغط طيب يطلع بعد كده واحد يقول لك الاهلي الاهلي طول عمره والدوله ومش الدوله برضه طلع مسؤول كبير جدا الفتره اللي فاتت دي انا عايز افتكر بس مين هو قال لك اطلاقا اطلاقا ما حدش قال اطلاقا ان النادي الاهلي ان نادي الزمالك دكتور كمال يعني الدوله لا الدوله بتساعدنا والدوله مش متحيزه ضد الزمالك والدولة مش متحيزة للنادي الاهلي وقفت ووقفت معانا كتير وقال هذا الكلام. النهارده مدير الكورة طلع قال لهم يا جماعة الراجل رجع من بره قال لنا احنا ما معناش فلوس ما كناش نقدر نرجع خلاص يعني انت يعني ما تتماداش بقى بحس المسؤول المحتمل خطر انك تتمادى لان ده بيقول الكلام ده بيقول ايه وبعدين يقول لك ان عدتم عودنا ده انت اللي بادي يعني مين اللي يتقال له؟ اللغه دي يعني؟ لا يعني مين اللي نقول له يعني الـ 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 انت مستمر في الزعم والتجني على النادي الاهلي ولا احنا اللي ما بنجيبش سيرتك؟ نتمنى يعني انا شفت الحقيقه الاستاذ هاني بيرزي وهاني شكري في امبارح في ايوه هما بيقدموا نفسهم وفي افكارهم لا في في فرق طبعا بالذات من الاستاذ هاني برزي مم. راجل صريح جدا بيتكلم باحترام شديد ورجل شكرا. عملي جدا وواقعي مم. وصادق وهو ده اللي بقى ايه اللي تخاف منه اداريا مش الراجل اللي بيفرقع كلامه انت عارف مش هيقدر يعمل حاجه مم. انما قال لك ايه لا هنسعى هنحاول المشكله كبيره جدا لكن انا مش جاي عشان اقول لكم ان انا هلغي كل مشاكل نادي الزمالك المساله الاول نشوف الكلمه المهمه جدا اللي لازم يبقى ده التارجت إن احنا نحول النادي الزمالك إلى عمل مؤسسي. قالها كده. الراجل كان يستطيع إنه يتاجر بكل كلمة كقضايا موضوع كهرباء، موضوع إمام عاشور، موضوع الكباري، موضوع الرعاية. قال لهم يا جماعة الفترة اللي فاتت مين كان يروح يحط خلاص هي فرصة بإذن الله يجي مجلس كويس متجانس مستقر ينسى الاهلي ويشتغل للزمالك لانه لو فضل حاطط ان ف... بس عايز تثبت ان الاهلي ده بيتجامل او غلطان مش هتعمل حاجه لنفسك هنفضل في نفس الديلمه. في الحاله دي هتاخد وق... وقال لهم هتاخد وقت انتوا ده ده الاستاذ هاني شكري قال المديونيات 18 مليون مليون رو دولار اه مين يقدر؟ مهما جمعت. لك ويصل لمليار بالظبط بمعنى الكلمة. اه يعني انت انت الله يكون في عون نادي الزمالك طبعا بس كلها كلها ايه بقى؟ هتقول عدم استقرار؟ ده كلها عدم استقرار جاي نتيجة هذا الأمر. إن كل وهو قاله شوف يا أخي. بجاهي قال لك ايه؟ لأن مش معقولة إن أبو طيب عايز يعمل عملية تتكلف وطلب مية و... و... وتسعين ألف دولار. كان ممكن لو خد 120 ولا 130 الف دولار كان الموضوع ده اتسوى فيتقال له كلام اخبط ما معناه اخبط دماغه في الحته ويتبعت ورق ما فيهوش مصداقيه للاتحاد الدولي يؤدي الى ان الزمالك يتحكم عليه بكل هذه المبالغ مين اللي عمل كده؟ عدم الاستقرار؟ موضوع شيكابالا، موضوع اتشمبونج، موضوع محمد ابراهيم، موضوع ما تلومش حد على حاجة أنت اللي عاملها وكان من الممكن تفاديها ولا لا الله أعلم أنت, انت اللي عملتها بغض النظر آه دي ظروفك آه. أنا مش عايز أتدخل لكن ما تلومش حد على الكلام ده أنا بقول الكلام ده عشان برضه جمهور الزمالك بس إيه يقف ويفكر عشان يقدر يقف مع دي في في الإصلاح لأنه لأنه هو لو متخيل إن حد هيجي يدفع 18 مليون دولار وبعدين يدي 3 اربعة مليون دولار تعاقدات جديده وبعدين يفتح القيد وبعدين يحصل القضايا اللي هو واولها كهربا يعني انت وانت بتقول ايه بعتوا كلام مش مظبوط للاتحاد الدولي اشمعنا بقى في موضوع كهربا ما قلتش ان ما تيجي نشوف ايه الورقه اللي اتبعت للاتحاد الدولي وفين الغلطه فيه مم. عمال تقول الاهلي عمل الاهلي عمل الاهلي، الاهلي ما عملش حاجه خالص في هذا الموضوع. الاهلي ربما يكون انتظر نتيجه هيحصل ايه؟ ما كانش في دماغنا خالص ان كهربا خرج ليعود. مم. انما ده في لقطات يا استاذ ابراهيم لو جمعها كهرباء والمحامي بتاعه، في لقطه هو بيعيط وبيجري فوق الدكه وبيعيط وانا مش ممكن اقعد ثانيه واحده انا بتشتم انا بتبهدل وزمايله بيهدوه اللقطه دي في حد ذاتها لها قيمتها عند الاتحاد الدولي كان بيتعمل ايه في الراجل ده؟ ورغم هذا مش شأننا هو ما عرفش او عرف يدير او المحامي بتاعه شاف ان دي مش مهمه هم حرين لكن ده دليل ده الاهلي يعني كان بعيدا عن هذا الامر تماما لانه كان حي... التداول ما كانش هيبقى بالشكل ده وما كانش الأهلي محتاج يعمل كده خالص ولا كان في ذهننا يعني. اللي أنا عايز أقوله نسيبنا بقى من فكرة إن دايماً. الكوبري. لا في في دايماً في اضطهاد دايماً في حد أنا شفت ميدو عبد الحميد حسن. م. كان في حديث في مع حد أظن في الإذاعة كريم خطاب. إنسان صادق جداً. واضح جدا يعني انا انا طول عمره يعجبني كراجل بيتكلم يعني اختلف معاه احيانا في الرؤيه والتحليل بتاعه او ماذا اليه من من قفز الى نتائج معينه لكن ما اختلفش على صدقه انه بيبقى هو ده دي قناعته او ده اللي عنده وصله لكده فبيساله بيقول هو انت قبل ما تيجي الاهلي كنت زملكاوي؟ فقال له الكلمه المهمه جدا اللي وراها حاجات كتير. قال له انا مش كنت زملكاوي انا كنت شايف ان الزمالك يستحق ما معناها التعاطف اكتر من الاهلي لان الاهلي كان يسوق للجميع انه مفتري ويحصل على غير حقه وانه مش معبر حد وان الدوله بتريحه فانا لما رحت النادي الاهلي وجدت عكس هذا الكلام تماما. وحكى أول محاضرة حضرها مع مانو جوسيه وحكى قصص فقال له يعني أنت دلوقتي بقيت أهلاوي قال له قال له بقيت أحترم الأهلي جدا أنا خارج زعلان من القناة أنا خارج مش مبسوط وحكى برضه قصة خروجه اللي هو شعر المظلوم لكن ده ما يدينيش الحق إن أنا أتحامل على النادي الأهلي أنا بقول لك أنا كنت فاهم الآلي غلط نتيجة صورة مسوقة لينا وهو ده دورنا بقى اللي بنقوله أيوة. مش هنسيب الصوره دي تسوق بالطريقه الغلطه، الكلام ده اتقال من هاني العجيزي قال لك أيوة. واحنا في الناشئين بيعلمونا ازاي الاهلي ده مفتري ازاي نكره الاهلي ازاي نكره الاهلي فانت مشغول قوي انك تسوق للكراهيه عشان كده انا لما قلت اي واحد ابن ثقافه مكانه هو ده اللي اقصده انت ايه ايه المدخل اللي بتتعلم اللي زعلان منه بعض الناس لا انا انا ما بهنش إيه. الزمالك الكيان ما يقدرش حد يجي ناحيته لا مكانته ولا تاريخه ولا حجمه لكن بعض الناس بتتصرف بطريقه لازم يترد عليها لما تيجي تسوق ضد الاهلي وتعلمني ازاي تكره الاهلي اقول لك لا في حد عندك بيعمل كده فاللعيب يكره الاهلي ده مدربين الناشئين اللي بيطلعوا في يبقى ابراهيم هم دول يا استاذ لا يا استاذ ابراهيم لما يتقال بقى الناس تزعل طب <applause> هو هو الثقافة اللي اتعلمها في الناشئين عنده ايه؟, ايه, ايه اكره الاهلي. فلو وصلت من كراهتك للاهلي انك تسبه انك تتجاوز حقه يبقى الناس وصلت لنتيجة وتبقى سعيدة. ده اللي بقوله. انت في الاهلي ما بتقبلش هذا الكلام. لكن لانك لما يكون عندك بتحاسبه بقيمك انت بثقافتك انت. طيب هذا هو الذي اراد البعض له ان يلوي الحقيقة فيه، ولكني اقول انا الاوان ان كل واحد يفكر في اللي بيتقال لأنه مفيش كوبري ب 3 مليون يورو يعني مش محتاج يعني طيب اذا عبد الواحد السيد مدير الكره في الزمالك وهو بينسف هذا الكوبري من ناحيه دي طب نسف الكوبري من الناحيه الدنماركيه بقى الكوبري اللي وصل للدنمارك ده مدرب متلاند الدنماركي البرت كابياس الراجل اتكلم عن دوره في ترشيح امام عاشور لمتلاند هل الاهلي كان متفق مع المدرب الاجنبي كمان؟ نشوف. كان في كلام بيتقال هنا في مصر ان احتراف امام عاشور في نادي ميتلاند الدنماركي كان مجرد كوبري عشان يقدر ينتقل للنادي الاهلي. لا 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 الطريقه التي وقعنا بها مع امام وعلى الاقل من وجهه نظري كمدير فني انا كنت مؤمن به تماما. ووقعنا معه كلاعب يمكنه البقاء في الدنمارك لعدد من السنين ربما سنتين او ثلاثه ومع هذه المعلومات المتاحه لدي لا اعتقد ان ذهابه للدنمارك لم يكن كجسر او كوبري لكي يعود الى نادي اخر انا كنت استخدم امام لكي ابني فريق في الدنمارك ربما كان سيلعب في الدنمارك ثم ينتقل الى الى نادي اكبر ودوري اكبر في اوروبا هذا كان هذا ما كنت اتوقعه واعتقد في نهايه الامر انها انه انتقال جيد جدا بالنسبه لامام ويعطيه الثقه مره اخرى لانه سيلعب في الدوري الذي يعرفه والاجواء التي يعرفها والامور ستصبح اكثر سهوله في استعاده الثقه تخيل بقى انك انت تسأل المدير الفني لميتلاند وكأن ميتلاند ده نادي مغمور ما ملوش يعني والدنمارك ده فريق مجهول ملوش تاريخ وبطل اوروبا في كرة القدم وفي و و و بطولات العالم يحقق المستويات المتميزة قال لهم ايه الكلام ده؟ أنا مقتنع بيه جدا وكنت واخده عشان يبقى مرحلة ما معناها استثمارية يتنقل في أكبر هو الراجل ما كملش مع فرقته بس أدي الفكرة كلها لكن فده غير حاجات لكن آآ آآ يعني طيب ادي مدير الكوره في الزمالك وادي مدرب المدير المتلن. الفني في ميتلاند طب يمكن حد بقى يمكن في اداره الطرق والكباري هو اللي عمل الموضوع ده واحنا مش عارفين <applause> <applause> يعني اعتقد ده كلام يهد وينسف كل مقولات الكباري عيب. الباطلة واللي هدفها باستمرار تشويه اي جهود لمسؤول الاهلي في العمل على تدعيم الفريق وايضا في رسم صوره سلبيه قاتله جدا الاجيال بعد كده لما بتتناقلها بتدي انطباع سلبي ونتب... جدا زي موضوع زي موضوع لعيبه الاسماعيلي في دقيقه واحده يعني ومحدش بيتكلم فيها بعقلانيه شويه يعني الاسماعيلي يبيع احمد فتحي ل شيفيلد شيفيلد يونايتد الانجليزي مرتين ايه؟ طيب الاهلي يروح يجيبه من شيفيلد طب ما هو الاهلي باع سمير فر احمد سمير فرج لفرنسا سوشو الفرنسي راح الاسماعيلي جابه اشمعنى ده كوبري وده معديه طيب النادي الاسماعيلي باع محمد بركات لاهلي جده اهلي جده لعب معاه سنه وخد الكاس باعه للعرب القطري اتعرض للبيع في العرب القطري الزمالك دخل والاهلي دخل الزمالك تراجع وقال لك بركات عنده غده درقيه راح الاهلي جايبه اصبح الاهلي هو اللي واخده من الاسماعيلي ما تفهمش ازاي رغم ان الاهلي لما عصام الحضري هرب من الاهلي واخترق عقده وراح سيون السويسري الاسماعيلي راح جابه اشمعنا الاهلي كبر البركات والاسماعيلي مش تحريض لعصام هو ما حرضوش هو بس ازاي انت ما بصيتش زمالك الزمالك ما هو راح الاسماعيلي وبعد كده راح الزمالك وهو عنده المشكله اللي جابه من سيون السويسري الاسماعيلي طيب هل هل حد بص للمساله بهذا النص خد بقى طب وانت لما تاخد محمد جوده ابن نشيء النادي الاهلي بعد مزونك. ما راح تركيا هو ما ينفعش الاهلي باعه لتركيا انتقل للاسماعيلي؟ انتقل للاسماعيلي، طب لما عماد النحاس يتباع للنصر السعودي والاهلي يجيبه من النصر ده عماد النحاس لعب مش ناشئ للاسماعيلي بينما انت خدت محمد جوده ناشئ النادي الاهلي ابن مدرسه الكوره في النادي الاهلي خدت ابراهيم سعيد ابن مدرسه الكوره في النادي الاهلي خدت هاني سعيد ابن مدرسه الكوره في النادي الاهلي خدت آه عصام الحضري حارس الاهلي وافضل حارس في افريقيا هتعد احمد صديق وهتعد ناس كتيره قوي 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 وفضل ويعني واحمد صلاح حسني كتير جدا واحمد سامي وسام عباس كل دول محمود جابر الاسماعيلي و... خدهم اشمعنى حق الاهلي مهدر لما يتعامل احترافيا مع لاعب اتباع انت بتبيع اسلام الشاطر للزمالك فينقله للاتحاد جده السعودي فالأهل يجيبه فيبقى لا ده كوبري بصوا هي فن لا الاتهام بس في حاجه يا استاذ ابراهيم اكملها باستمرار نكملها في الحته دي اه هم بيقولوا الكلام ده عشان يقولوا سبب مش مشاكل الاسماعيلي الان هو الموضوع اللي حصل سنه 2000 يقول لك الاهلي فرغ الاسماعيلي من, من افراده اه طب انت 2003 و2004 و2005 و2006 ابتدت اللعيبه التي مرت على الاسماعيلي ومش من ابنائه وخرجت والاهلي جابهم وثلاث لعيبه كانوا عندك خدهم الاهلي بفلوس بالشكل المباشر محمد عبد الله عبد الله السعيد شريف عفضل. عبد الفضيل ب... ب... بشكل مباشر ببيع وخ... وخدت محمود شيكو وخدت احمد صديق خدت لعيبه من نادي الاهلي في تبادل وفلوس. وفلوس فلوس كويسه وكان الاهلي يستطيع ان ينتظر ستة اشهر ياخد اللعيبه دي ببلاش. مه. طيب هو انت فتره اللي انت بتقول تم تفريغ الاسماعيلي من النجوم الكبار دول كانت نتائجك ايه تنافسيه انت خدت الكاس من النادي الاهلي وقتها انت لعبت فاينالات وماتش اه 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 في بطولات مختلفه مع النادي الاهلي وغيره انت وصلت الى مباريات فاصله مع النادي الاهلي ها طب الاهلي بقى بعد ما خدش منك حد تقريبا واحد او اثنين في العشر سنين اللي فاتوا دول قول هو ده اللي وقعك دلوقتي اللي وقعك دلوقتي ان عندك ازمه ماليه في القيد وازمات تسببت في انك عمال دخلت في بديلمة زي بتاعه الزمالك بتجيب لعيبه ما بتديهاش حقوقها بتطلع ترفع قضايا بيبقى عليك سببها ابتدى بابراهيم حسن اللي انت خدته من, من النجوم وعليك شرط جزائي واديته للزمالك دون ان تراحل الشرط الجزائي على نادي الزمالك خدت 15 مليون اتحكم عليك ب 25 مليون. يبقى مين اللي حطك في هذا المأزق؟ الأهلي. ليه ما بتبحثوش الحقيقة؟ عشان يا جماعة المسألة مش مسألة إن للكراهية وبس. الموضوع بسيط ومختصر. أنت نتايجك في عز ما بتقول فرغني كانت هايلة جدا، والإسماعيلي كان منافس ومنافس قوي جدا. النهاردة ما بتاخدش فلوس من النادي الأهلي غير في محمود متولي اللي اتباع بشكل مباشر. لكن لما عواد يروح بتمرد ويروح مش هلعب ومش عارف ايه و... لا ما خلاص وغير عواد وغير يعني الباك اسمه صالح صالح اسمه الاسمر ده وابراهيم حسن نفسه يعني راح وجه كذا مره وباهر المحمدي راح ورجع وباهر محمد النهارده فين؟ في المصري في المصري اللي ما مالوش دعوه بس ما حدش بقى سوالي لو جه كان هيبقى ليه؟ انت كرست فكره ان الاهلي عايز يوقعني يوقع لك ليه؟ عايز يوقعك ليه الاهلي عايز ليه الاهلي حاول يقف جنبك ده اسماعيل ابيع عثمان يعني لما كان كابتن صالح كانت العلاقه بينه وبين الاسماعيلي على اعلى ما يرام ما يرام واللي كان عايزه الاسماعيلي كان بيعمله له صالح درجه انه له الكاس والناس زعلت من المهندس اسماعيل عثمان ايام المهندس عثمان احمد عثمان عايزين هاني مصطفى عايزين طه اسماعيل عايزين مش عارف اتفضل وخدوا ريع وخدوا بيه البطوله ما هو دي لعيبه النادي الاهلي وكنا سعداء بالعلاقات دي لكن ايه الفكره ان لازم ان انا يعني اتاجر بالكراهيه يا استاذ ابراهيم احنا هنا معنيين بالحقيقه انا عايز حد يناقشني في الحقيقه مش بالانطباع ما جيش بقى يقول لك اصل انتوا عاملين نفسكم اصل انتوا بتساعدوا على كذا ليه بنعمل ايه واللي لي ان عملت واحد اثنين تلاته وده يساعد على كده بالظبط فانا اقول لك والله دي هدفك اه ما خدناش بالنا احنا متاسفين بس لكن انت بتبني احكام على معطيات غلط جدا ومعلومات كاذبه بندي لك حقيقه موثقه ونقول فكر فيه ادي اللي بنعمله وبعدين تيجي تقولي لي هنعطهم عقدنا بالعكس ده انا اللي عايز اقول لك انا ما اجيبش سيرتك طب ما تجيبش سيرتي هتلاقيني ما اجيبش سيرتك مستحيل هرد عليك في ايه؟ م. يا ريت تكون فعلا اظهار هذه الحقيقه هدم لهذه الكباري الوهميه اللي ما زال البعض بيردد اصل الاهلي فرغ الاسماعيلي اصل الاهلي خد من لعيبه الاسماعيلي مع ان احنا قلنا بكتير اذا كان الاهلي خد 17 لاعب من الاسماعيلي الاسماعيلي خد 19 لاعب من الاهلي والزمالك خد 24 لاعب من الاسماعيلي بس باستمرار بصيد للاهلي وللكباري الوهميه نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حتى وهو بيواجه هذا الزخم الشديد من البطولات والارتباطات الكتيره اللي داخله في بعضها عنده قدره على انه يقدر يمشي بين هذه المنعطفات الخطره بدقه وبشكل حساس جدا لكن باحترافيه عاليه من براءه تاو لخطوره ديانج وقوه بلوزداد دي خلاصه المشهد الاهلي الافريقي هذا الاسبوع من براءه تاو لخطوره ديانج وقوه بلوزداد المنعطفات الثلاثه بيرس تاو اعلن انه مش رايح لمنتخب جنوب افريقيا وكلم المدير الفني واعتذر له وقال له ان انا عندي ظرف عائلي والراجل تفهم موقفه. لكن بعض المواقع في جنوب افريقيا اتهمت اللاعب بانه فضل النادي الاهلي على منتخب بلاده وتعرض باش مهندس للوم كتير جدا الى ان ظهر رئيس الاتحاد الجنوب افريقي داني جوردان تحدث في القناه الاولى عن ظروف غياب بيرسي تاو وتبرئه للاعب الاهلي نشوف المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا مؤخرا المح انه بعض اللاعبين رفضوا التواجد مع المنتخب الجنوب افريقي في المعسكر الاخير وحدد بالاسم بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي المصري الحالي ماذا عن هذه الازمه وهذه المشكله هل هناك لاعبين ومنهم بيرسي تاو يرفضون الانضمام لمنتخب جنوب افريقيا بيرسي تاو هو لديه فقط امر عائلي ويريد ان ان يحل هذا يحل هذا الامر فبيرسي تاو هو لاعبنا هو لاعب ملتزم هو التزم بكل تجمع قام به الفريق والان لديه مشكله واعتقد ان واعتقد ان لا يوجد لدينا اي مشكله بين المدير الفني وبيرسي تاو فهذا هو الامر تمام طيب يعني ما نشر عن وسائل الاعلام الجنوب افريقيا ان هناك مشكله بين المدير الفني واللاعب وان هناك فكر في استبعاده في المستقبل هذا الحديث غير صحيح بحسب ما اشرت اليه مظبوط لا لا اعتقد اعتقد ان ما ذكر في وسائل الاعلام ليس صحيحا فالمدير الفني قد تحدث بعدها مع بيرسي تاو وتفهم موقفه جيدا وتفهم ان لديه امرا عائليا وقال له اعتني بابنك ونحن نتفهم ذلك ونتفهم اي صعوبه تواجه اي لاعب ونحاول ان نحل معه اي مشكله فبرسي تاو تاو لاعب مهم للفريق حينما شارك في كاس السوبر مع الاهلي وحينما شارك بعد ذلك كان امرا جيدا ان نراه ان نراه مع الاهل يصل ويفوز بالمباريات ونتمنى له ان ان يتابع ذلك وان يواصل ذلك يعني لا جديد تحت الشمس يا استاذ ابراهيم الاعلام في كل مكان يستطيع ان يحول الامور الى الدفه التي يعني يشعر بها الشخص اللي بيتناول اي قضيه خده من منظوره ومن معتقداته ومن تحليله بينه وبين نفسه يقعد كده اللي عنده نظريه المؤامره واللي عنده نظريه ان ان يعني لازم يبقى بيرستاو عمل حاجه غلط او الراجل ده رئيس الاتحاد الجنوب افريقي وقال انا اتواصل مع المدير الفني المدير الفني قال له لا انا تواصلت مع بيرستاو واقتنعت وفهمت ان في مشكله مع ابنه وربنا يشفيه له خلي بالك من ابنك وبعدين لما بيرستاو ده ماتش في الاخر جاي عشان تجمع لمباريات ودية هو قاعد يلعب ماتشات رسمية يبقى نتمنى له التوفيق لأنه يؤدي بتألق مع النادي الأهلي وده اللي يهمنا لأنه أي. لعيب مهم عندنا أي. هذه هي صورة الحقيقة والعقل م -م. التي يجب أن تقدم باستمرار هنا وهناك يعني أنا عاجبني بص كريم رمزي في وقت من الأوقات أنا يعني كويس قوي إنه راح للقناة الأولى أي. لأنه وجد نفسه أي. هو يقدم إعلام ناضج موضوع هو آه. بيروح طور طور البرنامج أيه. في القناه الاولى أيه. انه بيجيب دلوقتي ناس مهمه وبيعمل لها يعني قدر يطور المكان اللي هو فيه وقدر يبقى هو مصدر النجاح مش لانه موجود في قناه كذا وده حاجه مهمه جدا آه الاعلام عايز عايز هذه المصداقيه وهذه الرصانه والاحترافيه في التعامل مه. ده كلام مهم جدا وبالاشاره كمان لكريم رمزي. الحقيقه قرعه الاهلي في دوري الابطال أنتم عارفين الاهلي المنافسين المباشرين معاه يانج افريكانز التنزاني ثم شباب بلوزداد ثم الفريق الغاني. الحياة وقوع يانج افريكانز التنزاني والاهلي كمان عنده سيمبا التنزاني في الدور السوبر الافريقي خلت المساله في مواجهه جاده مع الكره التنزانيه. كريم رمزي عمل اتصال مع عرفات حاجي نائب رئيس نادي يانج افريكانز على مواجهتهم للاهلي شايفينها ازاي؟ نشوف. المجموعه الصعبه اللي وقعت فيها مع النادي الاهلي كيف تنظر لهذه المجموعه ضمن مجموعات دوري ابطال افريقيا؟ كما قلت بجانب الاهلي ان تتواجد بجانب الاهلي فهذا امر صعب. لدينا لدينا فرق جيدة في المجموعة وخصوصا في مرحلة المجموعات يجب أن تكون أن تكون مستعدا جيدا أن تكون جاهزا للمشاركة في هذه المباريات الصعبة نحن لا نحن لعبنا بطولة كأس الاتحاد مرات عديدة وخصوصا الموسم الاخير ووصلنا للنهائي وكان لدينا فريقا جيدا لعبنا في الجزائر ونظرنا ورأينا كيف الامر كيف الحال في الجزائر وكان امرا صعبا فبالتالي نحن معتادون على هذه الاجواء وايضا لدينا ميدياما هو فريق فريق جديد على البطولة و مشارك حديثا نحن واجهناهم من قبل في عام 2016 فبالتالي نحن خضنا لقاءات ضد, ضد فرق المجموعه كلها لم نلعب امام شباب بلوزداد ولكن لعبنا امام الفرق الجزائريه لذلك هذه مجموعه جيده بالنسبه لي بالنسبه لنا هي فرصه جيده ان نرى أن نتأهل ونرى كيف سنتأهل من هذه المجموعة بجوار هذه الفرق القوية خصوصا النادي الأهلي هل كنت تتمنى عدم مواجهة النادي الأهلي في دور المجموعات كنت تتمنى لقاء النادي الأهلي في أدوار إقصائية ولا شايف أنه أنك تلعب النادي الأهلي في دور المجموعات ممكن يبقى أفضل من أنك تلعبه في أدوار إقصائية بحيث أنك تجمع نقط من فرق أخرى كما اقول هذه المرحله لدينا اختبار قوي كما ذكرت فنحن نحن نلعب بكل ثقه في هذه البطوله لننافس في كل حال وننافس الافضل في القاره والاهل هو الافضل في القاره الأهلي يدافع عن لقبه كحامل للقب دوري ابطال افريقيا فنحن نحن نهدف ان نصل لنهائي البطوله الحاليه و ولنصل لذلك فيجب علينا منافسه الانديه الكبيره وان نثبت لانفسنا اننا نستحق هذه الفرصه وان نفوز بالمباريات سواء مباراه خارجيه او على ارضنا نحن نحن مستعدون لذلك سواء واجهنا الاهلي او واجهنا اي فريق في افريقيا يجب علينا ان نقنع انفسنا بهذا سواء في مرحله المجموعات او في المجموعات اللاحقه في دوري ابطال افريقيا وكان قدر الاهلي ان يلاعب الفرق التنزانيه سيمبا في السوبر واليانج افريكانز في دور, دور المجموعات ولذلك انا لما تشوف تركيبه المجموعه بتاعتنا استاذ ابراهيم يعني هو حديث مليء بالتحدي و لازم ناخذ الكلام ده بماخذ الجد شباب بلوزداد الجزائر احنا شفنا واتحاد العاصمه اتحاد العاصمه لا فرق قادره على احداث ال... النتائج الطيبه والمفاجات ومديبة الغاني م. مديامة مديامة الغني مديامة غانا أي فرقة في غانا هتبقى عاملة إزاي؟ فالدوري مجموعة السنة دي قوي م. يعني المرة اللي فاتت أنت كنت بتلعب القطن الكاميروني فكان وأنا بحب الفرق لما تبقى كلها متقاربة المستوى لما يبقى في فرقة واقعة بيبقى خطر جدا م. لأن إذا الفرقة من الواقعة دي علقت معاك أنت هتقع مع الفرقة الثانية هتاذيك خلينا ن... يعني واحنا بنخوض دور المجموعات المره دي نبقى حاطين في اعتبارنا ان احنا هنلعب فرق مليانه تحدي مليانه طموح كلها متقاربه المستوى ده كلام مهم جدا بصوا يا جماعه عرض اراء المسؤول ومدرب الفرق اللي بينفذها الميزه اللي فيها انك اولا تعرف ازاي بيفكروا فيك هم متابعيننا كويس جدا بفعل الميديا طبعا وبفعل بطولات الاهلي ومكانته لانه لما تسمع حتى الراجل مسؤول عيسى مسعود عضو مجلس الاداره لنادي سيمبا التنزاني في احدى مداخلاته الاسبوع ده قال لك الجمهور بتاعنا الاستاد بتاع دار السلام ساعته 59 او 58 الف التذاكر تقريبا على يوم التلاتة هتبقى نفذت رغم اسعارها الغاليه لكن هم جايين يشوفوا الاهلي قال لك هم مش جايين لسيمبا بس ده جايين يشوفوا الاهلي ده يخليك ان انت اولا تبقى عارف نجاحاتك بتفرض عليك مسؤوليات اكتر قيمتك في القاره وسمعتك في القاره بتزيد صعوبه مبارياتك لان الناس بتبقى متحفزه انها تواجه بطل مدرب يانج افريكانز الراجل بيقول لك ايه ما احنا هنواجه الاهلي حامل اللقب اللي احنا عارفين انه هيدافع عن لقبه مدرب او مسؤول السيمبا هو الاخر التنزاني قال لك احنا عارفين ان احنا هنلعب الاهلي يوم عشرين ونطلع نسافر للقاهره عشان نلعبه في القاهره 24 فاحنا بنسعى ان احنا نخلق فرصتنا في القاهرة في تنزانيا ده كله هدفه من عرض هذه الاراء انه اولا نبقى عارفين انه قيمتك ونجاحاتك هتفرض عليك مسؤوليات اكتر لكن كيف يراك الاخرون اديكوا شايفين حجم التقدير للأهلي والقيمته ولاعيبته من هذه الفرق المنافسه شباب بلوزداد الجزائري المنافس العربي المهم في المجموعه لانه كمان سمات الكره الجزائريه مش خافيه على حد وفريق شباب بلوزداد فريق قوي وعنده باستمرار طموحاته في البطوله كواحد من ابطال الدوري الجزائري هنشوف راي عبد القادر شنيوني المتحدث الإعلامي لشباب بلوزداد ازاي بيستعدوا للأهلي وتعليقهم ايه على وقوع الأهلي معاهم في نفس المجموعه. خليني اسأل حضرتك انطباعك عن المجموعه وتواجد شباب بلوزداد الجزائري مع النادي الأهلي وباقي فرق المجموعه. بخصوص هذه المجموعه، مجموعه قوية فيها اولا الاهلي وبدون مجامله الاهلي هو صاحب القاب عديده وصاحب تجربه كبيره وفاز بعده القاب على مستوى الافريقي وفي الدوري المصري سيطره كامله لهذا الفريق وبالتالي اقول ان فريق آه الاهلي آه هو المرشح الاول في هذه المجموعه. آه شباب الوداد كذلك آه نظرا للنجوم الجديده الموجوده في الفريق ونظرا لامكانات الفريق سواء كانت امكانات الماديه آه سواء كانت امكانات الفنيه للاعبين الممتازين ومدرب جديد بطبيعه الحال سيلتحق قريبا ربما في الاسبوع هذا يلتحق بعدما آه اقيل المدرب البلجيكي سفان بروك اذا هذين الفريقين شباب الوزداد وفريق الاهلي مرشحان للتاهل في هذه المجموعه لكن لكن حذاري ينبغي ان نقول شيء ان كره القدم في افريقيا تقدمت كثيرا وتطورت كثيرا وشفنا اكثر من مره فرق لا نعرف عنها الكثير مثلا فريق التنزاني هذا اللي هو موجود في المجموعه سبق ونصل للنهائي الكاس وبالتالي لا يمكن لا يمكن على الاطلاق اننا نقول ان فريق الاهلي وشباب اليزداد مرشحين بالقوه، نقول ان مرشحان بالفعل ولكن حذاري من الفرق التي بين قوسين نقول عليها انها فرق صغيره، بامكانها ان تلعب دور كبير وبامكانها ان تفاجئ حتى الاهلي وشباب اليزداد. <applause> ايضا هو ينظر الامر زي ما بقول لك كده. يعني يقول لك انا ما اقدرش اقول لك ان انا والاهلي مرشحين لان الفرقتين التانيين اللي متصالين فرق صغيره دي فرق غانا وتنزانيا اه فرق واحد منهم وصل نهائي الكونفدراليه ويعني قادرين انهم يعملوا مفاجات معانا مع او مع النادي الاهلي فهو هي كره القدم كده استاذ ابراهيم انت النهارده نموذج لان كره القدم ما تعرفش غير الاصرار انت بتلعب قدام الجزائر كل الناس قالت لك يا سواد لينا ونزلوا ربع ساعة فعلا أنت مش شايف. اه. ويتحول الأمر تدريجيا لسيطرة كاملة ليك ويحصل طرد تقول لا خلصت المغامرة. تكتشف أن أنت اللي بتضيع فرص وأن أنت اللي بتعمل انفرادات وأنت اللي تجيب جون ولحد الوقت المحتسب بدل من ضائع بيتعادلوا. بيتعادلوا فالكرة لا الكرة ما حدش يحسبها ورقه وقلم وسمعه و... 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 وتاريخ ابدا هي ملعب في الاخر وليدة لحظتها ملعب والملعب ده ظروفه ايه؟ يناسبني في حاجات ضدي يعني عجبك فيتوريا؟ لا انا ما اقدرش يأ... ما بحبش قايم لكن عجبني المنتخب النهارده م -م. يعني هو فيتوريا عمل ايه يعني هيجي يقول لك يقول لك هو ليه بيشد حمدي فتح فيخش فينا جون؟ ده الكلام ده في الوقت بدل محتسب بدل من ضاع من حقه بقى ينزل ويجرب حتى لو كان هيخش فيه جون من حقه يشوف لو حمدي مش موجود يحصل ايه مم. ده ربنا رزقه النهارده يا استاذ ابراهيم بتجربه كان محتاجها هو انا لو طرد مني اللعب اعمل ايه مم. نجح مم. انه يعني يعني انا وانا في العربيه رحت للتغيير اللي هو هيعمله يعني كان في ناس بتقول لي يخرج محمد مصطفى محمد مم. لا كده انت بتدعوهم بقى خلاص تعالوا عندنا في اه في نص ملعب لكن مصطفى محمد وجوده كفيروس فانت كلمت تخرج حد من خط الوسط وحد مش وحد على حساب الواجب الدفاعي وحد انت... على حساب الواجب الدفاعي الهجومي اه ما لا يعني ما تقدرش النني لان النني خلاص هو متسستم النني وفتحي خلاص آه. عندهم مهام دفاعيه دفاعي وهتجيب عمر كمال يبقى انت بتقا... بتقاول القوس الدفاعي بتاعك م -م. وخ... و... ومطلوب بقى مجهود مضاعف من مين اللي هيسقط شويه م. محمد صلاح وكان عند الموعد من احسن ماتشات محمد صلاح آه مع المنتخب اه تريزيجيه كالعاده الفتره آه. الاخرانيه راجل يعني يعتمد عليه تماما يعني فيتوريا محتاج يثبت التشكيل ده شويه؟ ما هو تقريبا يعني م -م. هو يعني النهارده هو ناقص التغيير كان في, في اضيق الحدود برضه يعني في, في الاخر امم آه لا هو فيتوريا هيصل الى التركيبه واحده واحده بس مش باينه في الناحيه الشمال مستقر هو حمدي ولا فتوح يعني الماتش الاثنين يعني ما تقدرش تقول لاعب فتوح او لاعب حمدي الاثنين حسب بقى المباراه عايز عايز نسبه هجوميه اكتر هتلاعب فتوح عايز نسبه دفاعيه اكتر هتلاعب حمدي حسب كل ماتش ظروف المباراه وبعدين هو ادى إيه ماتش لـ لـ لفتوح ده تاني الحمد يعني آه. بيبدا بزيزو وريح طارق حامد اللي بدا بيه ماتش زامبيا ده إيه ادى زيزو مم. وحطه في اليمين اه ودخل محمد صلاح يسقط تحت الفراوده ويبقى زي صانع العاب وينطلق من, من من تحت وده فكر كويس له يعني مش ثبت جدواه يعني مم. النهارده يعني النهارده محمد صلاح حاطط كره في العرض وعامل فرصه او اتنين وعامل دور دفاع عالي جدا في نقل الملعب مه. لا ما اقدرش غير ان انا اقول النهارده فيتوريا من احسن ماتشاته يعني طيب انت اتكلمت على هاني بيرزي وكلامه اللي عجبك والعقلانيه اللي اتكلم بيها حسيت ان الراجل صادق قوي ما بيبيعش الوهم طب ما نسمعه اسمعه شوفوا حتا نفس الانطباع ولا لا نشوف اولا احنا بننافس فرق كتيرة وما ينفعش ان انا التنافسية بتاعتي وقدرتي وملفاتي اطلع لنا على العلن يعني انا ما اقدرش اطلع اقول للمنافس بتاعي انا بكره الصبح هعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. واحنا بنشوف يعني ال الانديه الاخرى بدون ذكر يعني ما بتشوفش ال الوجوه الشغل اللي بيتم في الغرف آه آه ليه ال الاهلي؟ مثلا الاهلي مثلا ال اه يعني الاهلي أصدقائي. مؤسسه ماشيه على النهج اللي حضرتك بتتكلم فيه 100% ونتيجه أه؟ النهج ده ان هم ناس هي ناس محترمين وانا ليه اصدقاء كتير جدا مبادئ اه مبادئ. مبادئ. مبادئ وده ما يعيبش على فكره ان انا زملكاوي وانت اهلاوي ده م. حاجه بالعكس انا شايف انه يبقى فيه منافسه والمنافسه للافضل هو اللي يكسب انا اكسب مره انت تكسب مره م. ما ينفعش انت تكسب على طول وانا افضل ما اكسبش ابدا <applause> <applause> ما ينفعش انت يبقى عليك في الفانيلا بتاعتك ست اعلانات وانا ما عنديش اعلان واحد ايوه هذه اللغه المختلفه اللي انا عايزها اللغة بتعكس راجل من انجح رجال الاعمال بيتكلم انا انا مش مفروض اطلع اقول لك يعني هي مش للتباهي يعني الاعلان عن خططي للتباهي وللكسب التعاطف الجماهيري وفوز الاعضاء عشان الاصوات لكن الشغل الصح مش كده ولما جت سيره الاهلي قال هما بيشتغلوا بالطريقه دي مبادئ عندهم نشتغل في الحجرات المغلقه والشغل يعلن عن نفسه اي حاجه عمل جد يا استاذ ابراهيم هي دي سكته لكن انا هعمل واسوي وحريك وحنوريكوا بقى ده كلام بيعجب الناس لكن لا يعكس الحقيقه او لا يعكس القدره او لا يعكس النتائج اللي بالعكس ده بيدي حسن توقع مبالغ فيه ربما يضرك انت بعدين. <applause> هو عجبني حتى لما لما سئل سؤال قال له انت كرجل اعمال بتنبسط ولا بتدائما يقولوا رجل الاعمال هاني بيرز جاي بقى عشان يدعم زملك قال لهم بتضايق جدا. انا مش جاي عشان اضخ اموال. <applause> انا جاي ابني سيستم واضخ افكار وانظم اداره واوصل لعمل مؤسسي. لان اتجر... اتجربت فكره إن الناس تحط أموال وتصرف الأموال وبعد كده فين؟ ولا حاجة. مفيش بناء مؤسسات ففكرة إن أنت بتجيب ناس عشان تحط فلوس وبس، ده ما بينجحش المؤسسات. م. وأنا معاه مية في المية في هذا الكلام. مه. إنك أعطي شبكة ولا تعطي سمكة. إديني الوسيلة إن أنا أكسب بالوسائل اللي عندي مش إن أنت تعطي تديني فلوس أصرفها وخلاص. مثل هذا التفكير يخليك تقول تكر الناس دي جايه تشتغل جد م -م. بصراحه يعني اه م -م. تبدا تركز تركز وتتعامل معاهم باحترام بقى ونشوف لغه تانية وكل واحد بقى يشوف مكانه يعمل فيه ايه طيب هاني بيرزي قال جمله انه الناس مش من لازم تعرف ايه اللي بيجرى في الغرف المغلقه من ترتيبات الشغل ايوه انا بقول كده هل ده النادي الاهلي بيتعرض لضغوط وملاحقات كتيره لاستكشاف ما يجري في الغرف من خطط لل... حتى ده هو في الكوره النادي الاهلي بيدفع ثمن ده على السوشيال ميديا وإعلامية اه انت لما ما بتفصحش اه في ناس بتتضايق منك آه. خصوصا بعض الاعلاميين ايوه وبعدين بمجرد ما واحد يكتب اجتهادات يقول لك ما انتوا ليكوا ناسكوا اه لا ما, بيحص... ما بيحصلش ان حد جاد في النادي الاهلي بيطلع يصرح <applause> وليطلع يطلع باسم النادي الاهلي خدوا مني خدوا مني ما تاخدوش منه حاجه. محدش في النادي الاهلي هيقول له. <ممم> وإذا كان هناك حد بيسرب هذا الكلام لا يصلح أن يمثل النادي الاهلي. إذا <ممم> كان هذا حقيقي يعني. <ممم> وأنا أستبعده <ممم> لأن اللي بيشتغل في النادي الاهلي هو متمرس على أسلوب النادي الاهلي وعرف أسرار نجاحه والقائمين على متابعته وعلى آه أن هو يعني يقيم ازاي كل العاملين القائمين على هذا الامر عارفين كويس قوي إنه مش هيقبلوا إن النموذج ده في وسطيهم فانا مع الاستاذ هاني برزل بيقول لك ما اعلنش بشتغل ما ما واحط خططي واشتغل ايه اللي يخليني اقعد اتكلم اكسب من الكلام يعني؟ مم. انا اتكلم امتى مم. على ما احققه من نتائج او من انجازات على ارض الواقع يا جماعه بنفتتح كذا يا جماعه مالنا تعالوا اتفرجوا معانا على كذا تسوق بقى لانجازاتك ده مطلوب لكن تسوق لافكارك ما عملتش حاجه طب ما تخليني اسالك على ازمه الفانيلا البيضة مال مفيش في لا لا ما, في ما فيش ازمه فجاه انتشرت انه في فانيلا بيضة زي التالت للاهلي ايه القصه بقى ما فيش فانيلا بيضة ولا حاجه الفانيلا دي إيه من تعاقد الموسم الماضي وهي الماضي في هي بس الضوء الزي التالت كمان البديل آه التالت البديل التالت واتلبس والناس شافته لانه مش رمادي مش رمادي مش ابيض قوي لا ما فيش ابيض خالص هو الاضاءه يمكن ممكن توصلك ان انك تطلعه ابيض لكن هو مش ما حدش هيختار فانيلا يعني بيضه آه لا ولا الزمالك هيختار فرين الحمراء ومش مش لا يعني مزنوق لا في ايه يعني اه الالوان كتير انما هي التعاقد اللي جاي بقى ده ده التعاقد القديم وكان مستمر وكان يا جماعه الزي التالت يعني الاهلي لما بيلاقي مثلا في فريق هيلعبوا باللون الاحمر بتشوفوا الاهلي بيلبس الفلنه الكحل الغامقه واحيانا لعبنا بيه ماتشات وديه شفناه آه. لا هو رمادي البديل الثالث ما بيلجالوش وهو رمادي مش ابيض آه. فالمساله ما, احترام طبعا لكل الالوان بتاعه الانديه الاخرى لكن مش محتاجين للخبطه يعني آه. مش محتاجين نلبس زي بعض يعني م -م. ليه عندنا الزي بتاعنا وده كان منتقب من من ال ال زي ما اقول ايه ما احنا ما كناش عايزين نتكلم قوي في الحته دي لكن احنا بيتعمل لنا دلوقتي زي خاص بينا مم. احنا كنا بناخد ستوكات من لبس انديه يعني موجوده اوريدي تصميمات موجوده, معتمدة معتمد عندهم السكات موجوده عندهم آه. احنا دلوقتي بيتصمم لك حاجه من المتفق عليه نتعمل حاجه خاصه بالاهلي من المتفق عليه في ما هو قادم التعاقد الجديد ده في, في ما هو قادم باذن الله آه. لكن احنا مش هنعلن عن ده لان له سياقه وله مؤتمره وله الرعايه بتاعه ورعاه لازم لهم حقوق ما بتت... ما بيجيش الامور كده فده حاجه قديمه ده كان كلام مهم جدا واعتقد اظن انت كلام كمان عشان يعني, يعني تطمئن آه. انا كلمت الاستاذ خالد عبد القادر آه. فور رجوع قلت له كلم استاذ ابراهيم طمنه آه. كلمني وشرح لي لل... شرح لك زي ما قلت كده آه. يعني انا فاهم صح 100 100 ماشي يا انت رئيس الشركه لا بس هو اللي عمل اللي هو اللي كان مسافر هو اللي كان مسافر والحقيقه كمان هو ما تعقدش على على الفانيلا دي في التوقيت ده البديل الثالث ده اللون الرمادي الاقرب للابيض دا اللي اثار الجدل ده كان متعاقد عليه دا من السنه اللي فاتت قبل الشركه فقبل ما يتولى المهندس عدلي والاستاذ خالد عبد القادر وتشكيل مجلس الاداره قبل ما يدخل كمان ما ويبقى في اختصاصهم التعاقد على الزي لانه ده بدايه انتوا كشركه بدات تاخد هذا بنأخذ الحق بناخد اختصاصات وبنمارسها دلوقتي آه. واحده واحده والدنيا هتستقر وهتبقى زي الفل ان شاء الله طيب ده كان كلام مهم جدا اذا تبدا رحله السوبر ليج الافريقي بدات رحله السوبر ليج الافريقي ودي مساله مهمه جدا جدا يا جماعه الرياده بالمفهوم الطبيعي بتاعها اللي هي اول بطوله فالآلي عنده فرصه تحقيق رياده ان هو يبقى البايونير بتاع الافريكان سوبر ليج انت اول من باذن الله تعالى يفوز بهذا اللقب السنه دي بيتعمل بثمان انديه الخطه انه بعد كده يزيد ل 24 ويمشي بشكل مختلف الاتحاد الدولي من جانبه مهتم جدا جاني انفنتينو رئيس الفيفا بالبطوله ليه الطلاينه داخل مؤسسه الفيفا فرضوا رؤيتهم على تحقيق هذه البطوله حاولوا يجربوها في اوروبا فشلت والاتحاد الاوروبي تصدى ليها ففرضتها الشركه الايطاليه وانفنتينو على الاتحاد الافريقي مش خاف على حد انه الكاف ومتسبي ومسؤولي الاتحاد الافريقي نافضين ايديهم شويه من البطوله ومتسابه للشركه الايطاليه اللي بتدير كل حاجه في تنظيم هذه البطوله حتى تكلفه السفر والاقامه وشفتوا الاجتماع الزوم اللي عملوه مع المهندس خالد مرتجي ومسؤول النادي الاهلي في كل اللجان المختصه بشان هذه البطوله إلى أن تم التوصل لحفظ حقوق الأندية اللي الطالب طالب بيها، سواء ما يتعلق برفع قيمة الجوائز اللي بقت للبطل 4 مليون دولار، أو ما يتعلق بأعباء السفر والشركة هتتكلف كام والنادي المشارك هيتكلف كام، وأيضا ما يتعلق بجلب اللاعبين الدوليين اللي موجودين خلال الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم في دول أخرى، ومنهم علي معلول وأليو ديانج. الاعلان عن السوبر ليجا باش مهندس بدا في 28 نوفمبر 2019 انا بقول لكم الفكره اتاخرت شويه من قبل جياني انفنتينو اللي تم تاكيدها كمان في 17 يوليو 2021 من باتريس موتسيبي رئيس الكاف تم اختيار الفرق المشاركه وكلهم ما شاء الله الفرق الثمانيه الكبار في تصنيف الكاف واهتموا انه ما يبقاش في ناديين من دوله واحده ولو في ناديين في التصنيف مع بعض من دوله واحده يتخذ الاعلى عشان كده وجود الاهلي حجب وجود بيراميدز وحجب وجود الزمالك ايا كان تصنيفهم او ترتيبهم زي ما النجم الساحلي حجب الترجي حجب وجود النجم والوداد حجب الرجاء معاهم كمان انيمبا النيجيري وماميلو دو سان الجنوب افريقي وسيمبا التنزاني وبترو اتلتيكو الانجولي ومازيمبي الكونغولي. البطوله شبكه قنوات ابو ظبي الرياضيه اعلنت عن حصولها على حق بث مباريات الدوري الافريقي مجانا عبر القنوات المفتوحه. انا بس أنا عشان آه. الناس تفهم ان سيمبا التنزاني ده فريق مش سهل. آه. ده ده مصنف أيوة. يعني اختاروه من ضمن التمانية أيوة. يسبق عريقة كتيرة جدا صحيح. في القارة يعني مم. فهو ما حدش ياخده باستخفاف يعني مم. طيب يوم عشرين الأهلي هيلعب مع سيمبا هي على فكرة ده التحدي أو العقبة اللي ممكن تفشل هذه البطولة إن هم عايزين يضغطوها بسرعة قوي هتبدأ يوم عشرين بالظبط شهر وتنتهي لانه تبدا يوم 20 اكتوبر النهائي بتاعها هيكون 1 نوفمبر. 1 نوفمبر مباراه الإياب ايه ايه مش معقوله لا 20 اكتوبر هي هتاخد 40 يوم بالظبط اه اه البطوله بالظبط سيمبا مع الاهلي 20 اكتوبر الاهلي مع سيمبا 24 يعني هي المشكلة الاتحاد الدولي والشركة الإيطالية مش مقدرين ظروف أفريقيا بيتكلموا بذهنية أوروبية مع بعض. <applause> آه بيتكلموا بذهنية أوروبية ليه؟ هو هيجوا مع بعض فريق هيلعب يوم 20 وإيه تاني يوم يسافر يوم 21 عشان يلعب 24 أنتم متخيلين؟ يلعب 20 هناك و24 هنا ده بيترو اتلتيكو وسان داونز 21 و24 طيب بيترو اتلتيكو هيلعب في انجولا مع سان داونز 21 و24 ما الفاصل ثلاث ايام على طول نيمبا والوداد 22 اكتوبر والوداد ونيمبا 25 اكتوبر مازيمبا هيبدا في استضافه الترجي 21 اكتوبر والترجي يستقبله 25 اكتوبر نصف النهائي ودي مساله مهمه جدا البطوله بخروج المهزومة على طول فالفائز من الأهل وسيمبا هيلاعب الفائز من بترو أتلتكو وسان خدوا بالكوا باستمرار الأهل هيلعب بإذن الله تعالى يكمل للآخر الأهل هيلعب مباريات العودة في ملعبه يعني إنك أنت لو كسبت بإذن الله تعالى سيمبا هتلاعب الفائز من بترو أتلتكو وسان طبعا الصعوبة بالنسبة للقاء سانداونز انك هتلعبوا بره يوم 29 وتيجي تلعبوا هنا يوم واحد انت ما عندكش فرصة غير 3 ايام او يوم اثنين فاصل بين كل المباريات ان انت تسافر جنوب افريقيا وترجع تسافر تلعب هنا ضد داونز في القاهرة بفاصل 3 ايام في رحلة الى ادنى جنوب القارة مسألة الواضح انه الشركة الايطالية ما مش مقدرة كويس صعوبة السفر الى افريقيا مش منزم. شوف يا استاذ ابراهيم هنتكلم في الموضوع ده للنهار هو ده الامر الواقع انت شاركتوا <applause> الفاينل 12 نوفمبر <applause> اه يعني انت شريكته انت عارف كده خلاص <مم> ايوه هي مغامره لا ما كان يمكن الاعتذار عنها خصوصا <مم> للعقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي امم <حتش هيقدر نصحي. مم> حدش يقدر ينسحب امم حدش وهم ده الكلام اللي اتقال دام لص... وافقت ده الكلام اللي اتقال سان داونز وده الكلام اللي اتقال لبيترو اتليتيكو ف... على فكره البطوله كلها 21 يوم من 20 اكتوبر خلاص ل 11 نوفمبر نجرب ثلاث اسابيع نشوف آه. هيحصل ايه؟ امم طيب بس هي جوايز تستحق هذه المعاناه ان البطل ياخد 4 مليون ايوه مم. في 20 يوم بتلعب على تارجت كبير امم اه طيب واحد من اهم الاهداف اللي طالب بيها الشركه المنظمه انه الملاعب تبقى ان الملاعب تبقى كامل العدد ادي الجوائز البطل 4 مليون الوصيف 3 مليون ال... الاثنين اللي واصلين في السيمي فاينل واحد وسا... وا... مليون مليون و700 وكل فريق شارك في البطوله هيبقى خد مليون دولار لمجرد المساعدة. يعني انت مليون توصل لاربعه ولا أيوة. مليون زائد لا لا لأربعة. توصل لاربعه هتفضل تفضل تتزايد ها. لما يعني تاخدوا البطولة يعني توصل يعني بيضيف أربعة. على المليون بالظبط لحد ما توصل أي. يعني لو كسبت البطولة هتاخد ثلاثة تبقى اكتمل على المليون يبقى أربعة ايوه طيب يعني في كل الأحوال 21 يوم بأربعة مليون دولار وأنت مجرد المشاركة بتاخد مليون دولار ايوه لكن أعباء كثيرة وسفر كتير هو بيتحملوا 35 تذكرة ايكونومي على الدرجة الاقتصادية لرحلات الطيران اي زياده عندك على حسابك على حسابك الفروق عايز يعني... تغير لطياره خاصه بتاخد تمن ال 35 تذكره وتجيب طياره طيارتك. خاصه آه. آه. ويمكن الاهلي يعمل كده وغالبا هي استقر آه. على كده طيب واحنا هنلعب سيمبا غلط ان الناس تتكلم في صندوق مش كده؟ ما تف... في ما انت... التالية... إيه كلمة اه ما تشويش السمك قبل ما تصطاده اه ما تتكلمش على سان داونز ما نقعدش نقول صعبه يا سيدي اما نوصل نبقى نشوفها صعبه اهلا وسهلا ونتحمل الصعوبه اه صديقك الاستاذ طارق اندير رئيس بعثه في في سيمبا في سيمبا امم اما نشوف بقى ما نرجع نقول له وشك حلو ولا <applause> <applause> ان شاء الله تعالى طيب كنت بسالك الـ الـ الاهتمام الكبير بالبطوله جماهيريا الشركه اوصت انه لازم الملاعب تبقى بساعه كامله شوف أنا ده أحسن قرار. امم. بيحطك أمام مسؤولية بقى، أنت هنا كإتحاد مصري. أيوه. والحقيقة في كل تجربة إفريقية أو دولية. مم. الدنيا بتمشي كويس. يعني يعني وفرصة في نفس الوقت لجماهيرنا إنها تقول يا جماعة ما تخافوش. الساعة الكاملة مش هيحصل مشكلة. فنتمنى ده يحصل لأن يعني أنت شفت سيمبا بيقول لك إيه؟ أيوه. يعني في دوري المجمو... في دوري السوبر بيقول لك التذاكر خلصت خلصت اه دخل يا جماعه الانديه محرومه منه ومحتاجاه جدا محتاجاه جدا مم. يعني انت لو كل ماتش حتى يصرف على نفسه يبقى انت عديت افريقيا بدون تحمل اعباء ايوه وتبقى مم. الجايزه مشفيه ليك مم. وده مهم مم. ده كلام مهم جدا الاهتمام غير المسبوق بمباراه الاهلي وسيمبا العاصمه التنزانيه دار السلام الحساب الرسمي لنادي سيمبا قام بنشر صور للجماهير وهي بتتدافع وبتقبل على وضع البوسترات الخاصه بالمباراه على كل حاجه انا بقول لكم عرض اللي انا بقوله لكم ده شوفوا الاهتمام بوصول الاهلي الى تنزانيا من دلوقتي حطوا صور المباراه على التيك توك كل الحافلات والشوارع صورة التيكت بتاع المباراة، تذكرة المباراة الأهلي وسيمبا، بصوا الحشد الجماهيري، لعبتنا لازم ان تبقى واخدة بالها من كده، وجمهورنا لازم يبقى واخد باله من كده، إنه هيواجه باهتمام شعبي غير طبيعي، هتشوف بس هاتوا مهندس الصورة بتاعة التوك توك وهو عليه صورة المباراة، شايف؟ شايفها يا باشمهندس؟ التوك توك في تنزانيا عليه صورة المباراة ترويج وتجييش وحشد لانه ان انت هتحط في استاد دار السلام وانا رحت الملعب ده اكتر من مره استاد برضو مقلق لانه حضور الجماهير فيه مكثف جدا والجماهير التنزانيه اه طيبه لكنه بتشجع فرقتها بشكل عنيف قوي بصوا هم عندهم احساس بالزهو انهم مختارين ضمن التمانية الكبار في القاره طبعا فده في حد ذاته مديهم احساس كبير هتلاقيهم متفاعلين مع المباراة بشكل استثنائي قوي ده اللي ناخد بالنا منه في هذا الحشد اللي حاصل السيمبا استعاد سيمبا خدمات حارس المرمى ايشي مانولا بعد ما شارك في مباراه وديه ضد فريق دار سيتي وفاز سيمبا على دار سيتي بنتيجه 5-1 واطمن على حراسه المرمى عيسى مسعود عضو مجلس اداره نادي سيمبا التنزاني اكد لموقع يلا كوره ان مباراه الاهلي ليها اهميه استثنائيه كبيره جدا عندهم لكن كمان تحدث عن سبب فشل لويس ميكسوني اللاعب الموزمبيقي اللي طلع من عندهم راح سان داونز ورجع لهم وبعد كده انتقل للاهلي وراح ابها السعودي ثم عاد الى سيمبا من جديد وقال مسؤول نادي سيمبا عن سبب عدم تأقلم او سبب عدم نجاح ميكيسوني مع الاهلي قال لك هو صادفه ظروف صعبه لانه ما تأقلمش على الثقافه المصريه وما خدش وقت كافي انه يقدر ينسجم مع الفريق. انا اقول لك بقى تصوري يعني. ايوه. هو كنجم فريقه بيلعب باريحيه. مش مقيد بتكتك ها يحد من قدراته. ايوه هو في النادي الاهلي له دور مرسوم ايوه وبيلعب زي كل اللعيبه ايوه يجب ان يكون منضبط تكتيكيا ايوه دي عمليه مش سهله لاي ل... ل... كتير مهما كانت مهارتهم يعني امم ف... لكن ميكيسوني هيظل عنصر بيعرف يشوط عنده تسديد قوي شفناه لما كان بيشوط مراوغ إذا... اه مراوغ انما عنده الاداء الفردي امم ر... طبعا ما بيرجعش يدافع مم. زي ما كنا احنا عايزين يعني م. ولما كان يرجع يدافع كان بيبقى مرهق ما يقدرش يكمل يكمل بالشكل اللي احنا عايزينه فطبعا لا ثقافه ثانيه خالص لكن مش معنى كده انه ان هو لا هيشكل خطوره على النادي الاهلي بدوافعه انه يثبت نفسه قدام النادي الاهلي. م. طيب التهديد بقى المباشر للاهلي من نادي سيمبا احمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا حسب ما نقلت عنه صحيفه الوطن بيقول لك حان وقت خروجه من البطولات وقال لك بالظبط مع احترامي للاهلي لانه الفريق الكبير جدا والاول في افريقيا بلاعيبته ومدربينه المميزين لكننا سنقاتل بكل قواتنا لتحقيق هدفنا وانه حان وقت خروج الاهلي من البطولات وانه ده هيبقى على ايدينا يعني بصوا يا جماعه الكلام ده لازم يستنفر جوانا ال الاهتمام والتركيز الخاص بالمباراة لازم ده يكون معلوم جدا جدا لمستر مارسل كولر وللعيبة بتاعتنا وأتمنى أن احنا ما ننشغلش في حتة اللعيبة الدوليين وتأخروا وجم كل فرق القارة لعبت في الأجندة لا الدولية واجه ظروفك عشان تقدر آه. تتغلب عليها. مش انت لوحدك كل الانديه لاعبتها الدوليين لعبوا في خلال الاجنده الدوليه. ومش عايزين فكره بقى والاهلي والجمهور والرحلات و... سيبوا الاهلي وفرقته يركزوا. يركزوا. هو دي الخدمه اللي الجمهور يعملها لله فاتمنى مع دخول الفريق في بوتقه التركيز الخاص بمباراه سيمبا اللي اديكم شايفين انه تهديدهم المباشر انه حان وقت اخراج الاهلي من يعني البطولات عايشين الحلم ده بالظبط ودي حاجه خطر وانتم شايفين الاهتمام الشعبي الناس حاطه صوره الشعار الاهلي والمباراه على التكاتك تعالوا فاتمنى ان احنا كمان زي ما هيكون في اقبال جماهيري عنيف جدا موجود في سيمبا اتمنى كمان ان جمهورنا يكون حاضر بالكثافه المسموح بها في مباراه العوده خاصه ان هي اعتقد خلاص المفروض يتم طرح التذاكر لانه ما عندكش وقت خالص انت هتلعب هناك وبعدها بثلاث ايام هتلعب هنا كمان. فاتمنى انه جمهورنا كمان يقبل على مباراه العوده بالكثافه وبالحرص الشديد اللي معروف عنه بالنظام. مازيمبي الكونغولي واحد من الفرق الكبيره يا جماعه وده الانجلبير بتاع زئير زمان. يعني لما الاسماعيلي خد منه البطوله كان لسه الكونغو الديمقراطيه اسمها زئير. وكان المازيمبي اسمه الانجلبير وهو جزء من المقطع بتاع اسمه. فمازنبي واحد من الفرق العريقة في القارة اللي ليها مكانتها في البطولات مازيمبي بيهاجم حكومة الكونغو بسبب التعنت في إقامة مباراة الترجي وطلع مازيمبي بيان هاجم فيه حكومة بلاده بسبب التعنت في استخراج تأشيرات دخول مسؤول الاتحاد الأفريقي إلى البلاد قبل مباراة الترجي التونسي في الدور الأفريقي وقال مازيمبي في البيان قبل أن تبدأ النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التي يشارك فيها أفضل ثمان أندية مرموقة في القارة خدوا بالكم كل فريق مختار ضمن الثمانية شايف أن ده في حد ذاته تصويت على قيمته فباستمرار في شعور بالزهو في شعور بالقوة في شعور بالقدرة بال... على التنافس من هنا هتيجي صعوبة البطولة ومباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على فكرة هيحضرها جياني انفنتينو رئيس الفيفا في التاكيد على اهتمام الاتحاد الدولي بهذه البطوله الوليده مازيمبي قال كمان بما في ذلك مازيمبا الذي سيلعب ضد الترجي التونسي تمنع حكومه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه اقامه المباراه وقال الفريق الكونغولي في بيانه ضيوف الاتحاد الافريقي محظورين من دخول الكونغو وكذلك معدات تقنية الفيديو محجوزة من قبل سلطات الجمارك ولم يتم إصدار تأشيرات دخول البلاد لمسؤول الكاف هذه مواقف لا يمكن تفسيرها من قبل الحكومة الكونغولية التي تحرم الفريق الوحيد الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة من اللعب وتعرضه لخطر الاستبعاد المخزي والمشكلة بتتصاعد وبيقول مازنبي من خلال الخلط بين الرياضة والسياسة فإن حكومة الكونغو تسير على المسار الخاطئ، ويجب العلم ان ذلك ليس عقابا لمويسكا تومبي رئيس النادي فقط، بل للشباب الكونغولي الذي يجب ان يسطع نجمه في كرة القدم العالمية وكل هذا التعنت لاسباب غير رياضية، واضح انه رئيس النادي عنده مشكلة سياسية مع حكومة البلاد في الكونغو، وقال بيان مازيمبي الناري ده انه لعدة سنوات كان نادي مازيمبي ضحية للتمييز الحقيقي من قبل الحكومة. والدليل على ذلك أن فريق رافنز هو النادي الكونغولي الوحيد الذي لم يستفد من الدعم الحكومي وهذه المعاملة غير العادلة تؤدي في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بأن أموال الخزينة العامة ستأتي في قرية وزير المالية الذي يتصرف فيها كما يشاء دي مشكلة غريبة آه. يعني هم مش عايزين التراجع ياخد التأشيرة آه. ولا الأدوات تخش ولا مسؤول الكاف ياخدوا تاشيره ولا يعني يعني <applause> في النادي الافريقي يشعر ده مقصود بيه انه يبقى النادي اوت امم يعني كما انت ما ما المنافس ما خدش حقوقه ودي برضو مشكله مش طبيعيه يعني مم. يعني ايه سببها ومدى ومدى يعني صحتها ما اقدرش ولا ولا في ازمه سياسيه آه عندهم يعني بين النادي او رئيس النادي كاتومبي مع مسؤولي الحكومه الكونغوليه النادي رافنز اللي هم دول ما اه <applause> يعني طيب كان في مشكله تانية خاصه داونز ما انا بقول لكم البطوله ديت يا جماعه يعني مولوده من رحم المعاناه بجد اولا انت حاططها في مده 21 يوم ثلاث اسابيع هتلعب بطوله من يوم 20 ليوم 11 21 يوم دي مسألة قاسية جدا في السفر في القارة هم الناس برضو الشركة الإيطالية واخدين على طرف السفر في أوروبا بين الدول في ساعة زمن وساعتين يبقى في دولة تانية مش واخدين بالهم صعوبة الطيران وصعوبة الأندية كمان في ان عندها لعيبه دوليين انت مختار التمانية الكبار في افريقيا فدول من الطبيعي ان يبقى عندهم لعيبه دوليين كتير دعوه آه. اللي عايز بقى آه. اه, يعني واخدين بالهم طبعا ففي مشكله اصطدمت مع سان سانداونز عنده رابطه الانديه في جنوب افريقيا مصممه ان الدوري بتاعهم يخلص في نهايه شهر 6 ليه لانه العقود بتاعه اللعيبه في جنوب افريقيا اللعيبه تعاقداتها بتنتهي بنهايه شهر 6 مش بنهايه الموسم الرياضي زي التعاقدات بتاعتنا في اي عقد عندهم معمول لموسم بيخلص 30 6 فقال لك طب انت دلوقتي لو, لو سان شارك في الدوري السوبر الافريقي هتأجله له ماتشات لانه مبدئيا الاتحاد الافريقي قال لك على الاتحادات الثمانية اللي انديتها مشاركه في دوري السوبر ما تحطش ماتشات للانديه ديت خلال فتره الدوري السوبر ال21 يوم وهو طبيعي عمليا يستحيل انت اصلا هتلعب بفرق ثلاث ايام فمش هيقدر يحطلك مباراه محليه في الوسط فبتوع جنوب افريقيا قال لك ازاي هناجل لسان داونز كم اربع خمس مباريات خلال الثلاث اسابيع ثلاث اسابيع يعني اربع اسابيع كرويه اه ثلاث اسابيع أي. زمنيه اربع اسابيع كرويه اه فانت هتأجله له على الاقل من اربع الى خمس ماتشات زي ما هو هو نفس مازق الالي خلي بالك اه انما هي بطوله خلاص اتوجدت وممنوع الاعتذار عنها وهنشوف التجربه دي وهتحمل الانديه بقى في الدوري المحلي زي الاهلي ومازيمبي والترجي اعباء شكلها ايه <applause> طيب اتحلت المشكله ازاي سان داونز ما ينفعش ينسحب والراجل صاحب النادي متسبي رئيس الكاف وفي نفس الوقت ما يقدرش ياجل ماتشات لانه الرابطه في ظهره قالت له لا مش هتاجل عرض انه خلال الفتره بتاعة دوري السوبر الافريقي يلعب الماتشات المحليه عنده بالناشئين او بالصف الثاني قالوا له, له لا قيمه المسابقه المحليه احترامها تسويقيا لازم مش حن مش هنوقع المسابقه لا المحليه لا وكمان انت ما في انديه هتتلعب قدام الصف الثاني الناشئين آه. دي هتلعب مع الفريق الاول بالظبط ما هو في أندية ثانيه ليها حقوق فقالوا له لا اهتدوا الى انه يلعب المباراة الأولى في الدور الأفريقي أمام بيترو أتلتكو بالصف الثاني مدعوم ببعض لاعبي الصف الأول ويخلي القوة الأساسية بتاعته في الدور المحلي لكن طلب منهم طلب قالوا له ماشي قال لهم بس لو صعدت وهواجه الأهلي المصري ألعب بالفول بتاعي في دور السوبر ماتش الأهلي قالوا له ماشي فتحلت المسألة على حساب الأهلي إنك أنت العب ماتش بترو اتلتيكو ذهابا وايابا بالصف الثاني مدعوم ببعض اللعيبه الاساسيه اللي مش هيلعبوا مع الفريق الاول عشان تحافظ على قوه المسابقه المحليه والعداله اللي فيها وكمان تسترد قوتك ده معناها لو هتواجه معناها الاهلي معناها ان هو هيلعب ماتشات في الدوري اه ما هو ده ضد ما 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 نظام البطوله يا استاذ ابراهيم لا هيلعب ماتشات في الدوري بالصف الثاني مش يعني مش هينشغل هيلعب بفرقتين بيترو اتليتيكو هيلعب تقريبا اه, بالصف الثاني ولو عداها يلعب بالصف الاول آه. طيب ده كلام مهم جدا تفتكر البطوله دي هتكمل ولا الصعوبات دي صعبه هي صعوبتها لما هتزيد ل 24 فرقه امم يعني انت بعد كده عايز تعمل 24 فرقه مش كده اه فهتخش في مجاميع اكبر ايوه ممكن تبقى الصعوبة هنا بقى. م. السنة دي هيحاولوا ينجحوها بأي طريقة. م. يعني وخلي بالك إن الظروف على الكل. أيوه. هتعمل إيه؟ م. طيب إذن هي دي البطولة وهي دي طموحات الأهل اللي فيها اللي فيها وكل الأمل في مزيد من التركيز والجدية بمجرد ما اللاعيبة ترجع بكرة إن شاء الله للأهلي أعتقد الكابتن خالد بيبو لازم يوريهم حجم الاهتمام الشعب الكبير والكتير في تنزانيا بلقاء الاهلي. لا ما هو هو كمان هيسافر بدري وهيعرف. آه. اه. ما اظنش ان يعني كولر هيفوته الكلام ده يعني. يعني هي هي بطوله رايح جاي مش ماتش واحد. ايوه. رايح آه. جاي ايه ده رايح رايح مش رايح جاي. لا يعني يعني هترجع انت وزيمبا. اه. على هنا. اه. ف يعني خليه على الله خليه على الله 21 يوم بطوله كلها على بعضها يعني على الاقل ما ينفعش غير نوصل للمرحله الثانيه يعني شاء الله. على الاقل وناخدها ماتش بماتش كده بالظبط ماتش بماتش هي دي ثقافه الاهلي ماتش بماتش وبعد كده اللي جاي هو اهم مباراه فاهم مباراه للاهلي مباراته مع سيمبا التنزاني ان شاء الله تعالى طيب اذا ده كان هذا الظروف الصعبه جدا اللي بيواجهها دور السوبر الافريقي لكن هنا يمر خامس العالم وملك الثلاثيات الحقيقه الاهلي خامس العالم والانجازات اللي بيعملها على الصعيد الكروي خلت الزميل خالد طلعت في قناه الام بي سي يستعرض الانديه الصادر ترتيبها في الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء حسب النتائج الحاليه والانيه الاهلي خامس العالم نشوف خالد طلعت تصنيف انديه العالم كان صدر امبارح من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء وكان مفاجاه ان النادي الاهلي تقدم من المركز السادس للمركز الخامس على مستوى العالم اول الله. مره في تاريخ الانديه المصريه ان يبقى نادي متواجد في, في ضمن افضل خمس فرق على بص مستوى بص الاهلي متواجد ضمن مين سيتي مدريد ميلان بورتو مظبوط يعني الأهلي. انديه ثقيله جدا يا استاذ بورتو ده بطل اوروبا ده خلي بالك يعني. طبعا طبعا بيلعب فيه رابح ماجر صح صح, صح. مانشستر سيتي هو في الصداره بعديه ريال مدريد طبعا اكبر ناديين في اوروبا ثم انتر ميلان ثالث بورتو الرابع النادي الاهلي في المركز الخامس والاهم من كده بقى يا استاذ مو بص النقاط التصنيف يعني النادي الاهلي 248.5 نقطه اللي قبليه بورتو 249 يعني فرق نص نقطه فقط ما بين الاهلي وما بين بورتو صاحب المركز الرابع واللي قبليهم الثالث انتر ميلان 254 نقطه برده مش بعيد يعني النادي الاهلي ممكن لو خلال شهر النتائج استمرت بشكل جيد ممكن نجد النادي الاهلي في المركز الثالث على مستوى العالم فده طبعا انجاز كبير للنادي الاهلي في نتائجه في الفتره الاخيره تمام العام. يبقى الاهلي الخامس على مستوى العالم مظبوط نشوف تصنيف انديه افريقيا في نفس التصنيف اللي صدر امبارح النادي الاهلي زي ما قلنا الخامس هو طبعا افضل نادي افريقي طبعا المركز 37 الوداد المغربي المركز الثاني افريقيا المركز الثالث افريقيا بيراميدز المركز الرابع افريقيا يانج افريكانز التنزاني المتواجد مع النادي الاهلي في مجموعته في دوري الابطال مركز 60 عالميا ثم سان داونز في المركز الخامس ومتواجد في المركز 65 على مستوى العالم دول افضل خمس انديه افريقيه في التصنيف امال الزمالك رقم كام الزمالك موجود معايا اهو مركز الزمالك 94 على مستوى العالم يعني الزمالك على مستوى افريقيا على مستوى افريقيا الثامن ثامن اه يعني طبعا قيمه هذا التصنيف انه مبني على نقاط تراكميه ولكن ما هوش حاجه رسمي قوي زي ما احنا قلنا قبل كده ان الاتحاد الدولي لل التاريخ والاحصاء والاحصاء ده مش تبع الفيفا ومش ولكنه رسمي. هو مش رسمي ويعني زي هو قطاع خاص آه. فاحنا لكن احنا بناخد الجزء اللي بيعنينا اللي انه هو استند هنا الى النقاط التراكميه لانه نفس الاتحاد ده آه. قبل كده ما خدش بالمعيار ده بالنقاط هو ابتدى يستقر على انه المعيار السليم هو النقاط ورتب الدنيا على هذا الكلام لكن انت بكل المعايير بتكتشف تروح بالمعيار ده تروح بالمعيار ده تروح بالمعيار ده، لا يتصدر الدول الافريقية، الاهلي ضمن الافضل عالمية وده م. اللي يعنينا، سواء الجهة بقى جهة رسمية أو جهة بتجتهد بشكل خاص. طيب. كنا فاكرين انه نجيب محفوظ أديب نوبل هو بس ملك الثلاثيات وإنه صاحب الثلاثية التاريخية، لكن اتضح إنه لأ ده مارسيل كولر كمان يقدر ينافس بالثلاثية لأنه تقريبا مدرب تسيير الثلاثية في أقدامه حيثما ذهب وحل يكسب بالتلاتة، واضح إن هي شهوة عنده مختلفة شوية، خالد طلعت رصدها في المسار التدريبي لمارسل كولر مع أكتر من نادي بيدربه اعتاد على الثلاثية نشوف بعد كده الاحصائيه اللي بعديها مارسيل كولر اتكلمنا ان هو ملك الثلاثيات مع النادي الاهلي وعمل مع النادي الاهلي حتى الان 17 فوز بالثلاثه انا جبت جبت نتائج مارسيل كولر من ساعه ما بدا تدريب جبت كل النتائج اللي هو ده كل الفرق اللي دربها وكل الماتشات كل نتائج الماتشات وبدات ابحث فيها لقيت ان مارسيل كولر عنده فعلا هوايه الفوز بالثلاثيه مع كل الفرق مش مع النادي الاهلي بس يلا يعني بيه. جبت تاريخه كله مع سانت جالين السويسري آه بدا سنة من 99 ل 2001 كسب 16 مباراه بثلاثه بعد كده مع جراس هوبرز السويسري 2002 و2003 كسب 8 مرات بثلاثيه، مع بوخم الالماني من 2005 2009 كسب 13 مباراه بثلاثه بت... بت... سواء 3-0 او 3-1 3-2، مع منتخب النمسا من 2011 ل 2017 كسب 6 مباريات بثلاثيه، مع نادي بازل السويسري من 2018 ل 2020 كسب 24 مباراه بنتيجه 3، ثم مع النادي الاهلي 2022 2023 كسب 17 مباراه بثلاثيه اجمالا يعني مصر... لسه قدامه فرصه يكسر رقم بازل اه هو اجمالا كده عامل 85 ثمانين فوز يعني في في فوز كمان مع كل الالماني اجمالا 85 فوز بثلاث اهداف لمارسيل كولر دي دي النتيجه اللي هو بيعشقها او النتيجه اللي اختار لمارسيل كولر اه فطبعا دي حاجه كبيره يعني ظاهره ايجابيه جدا. ماشي. يعني انا هاخد الاحصائيه دي من باب الطرافه ان الراجل ده ب... ب... هو ما بيجيبش الاجوان لكن بيهيئ الفرق اللي بيلعبها انها تبقى بتلعب بفكر هجومي واضح أي. ان كل الفرق اللي بيلعبها بيلعبها بفكر وتنظيم هجوم بيؤدي الى إيه تحقيق يعني نجاح هجوم لكن لما تيجي تشوف ان النادي الاهلي هو فريق يحقق عدد الثلاثيات لم يسبقه الا بازل بس بازل حقق الثلاثيه من 18 ل 20 في سنتين في سنتين الاهلي عمل 24 ثلاثيه في سنتين في سنتين، الاهلي في سنه واحده عمل 17 م. فالاهلي مرشح باذن الله انه يقدر يتجاوز ده انا خدت, خدت بالي الماتش اللي فات خالد المترجم خالد الجوادي بيقول له بيقول له انا حتى قلت له ما نغير بقى <applause> الثلاثيه فواضح ان هو كمان <applause> شغوب عدة الصورة رقم ثلاثه يا جماعه فيها تاكيد جداره انك اي ممكن تكون بتلعب قليل وتبقى محظوظ في المباراه تخطف هدف وتكسب 1-0 و2-0 يعني فيها شويه من اثبات التفوق بس اللي بيكسب ثلاثة تقريبا بدأ يأكد جدارته وأحقيته بالفوز عشان كده مهندس عدل أشار أنه هذه الطرفة لو فيها دلالة فهي تؤكد أنه الراجل عنده فكر هجومي وإسلوب لعب بيحقق له هذا التفوق وإحراز الأهل تلاقي بيسجل ثلاثة لكن بيضيع مثلا سبع تمن فرص حقيقية فأتمنى أن الفترة الجاية لا نطلع من الخارطة الثلاثية ويبقى كولر مع الأهل إن شاء الله ملك الرباعيات زي ما تقال له رباعيات الخيام إن شاء الله طيب الأستاذ حسن المستكاوي مع الزميل محمد المحمودي الحياة بي بيصفق لتحليل كولر للمباراة نشوف بص الراجل ده بيقول الحقيقة لما يعني تلاقيش يقول لنا إنشا ما تلاقيش يقول أصل الحظ، م. أصل عدم التوفيق، م. أصل مش عارف إيه، الكلام اللي إحنا بنقوله حتى لو نا. كلام كده ها عشان إيه الكلام البليد ده أيوة أيوة. ما قالوش والنبي يا ريت المدربين بتوعنا م. يطلعوا يقولوا كلام معقول يدخل الدماغ منطقي هذا الرجل صادق جدا مع م. نفسه ومع لاعبته ومع جمهور الأهلي ومع المحللين والنقاد والمذيعين اللي زي حضرتك م. فيبقى تعبير الاستاذ حسن المستكاوي تاريخيا عن كولر اشمعنى لانه في كاس العالم للانديه في الفتره الصعبه بعيد وزيد في القصه دي كتير لانه التعبير هنا فعلا يعيش معاك على مدار المسيره الراجل ده بيقول لنا الحقيقه الراجل ده كسبان خسران متعادل بيقول لنا الحقيقه والحقيقه انه فكره ان الراجل بيقول الحقيقه دايما ده دا يقودني انا للحاجه اللي انا بحبه عشانها مورينيو من ثلاث ماتشات خد اربعه من جنوا مع روما طلع بعد المباراه يقول ايه؟ يقول ان والله انا يعني في الصيف رفضت عرض تاريخي مجنون من السعوديه ما كانش اي حد يرفضه لو جايين تقولوا ان انا المشكله النهارده لا انا اسف انا مش المشكله لما ابص على التصريح ده مش هقول زال روما بس قال كلام في غير محله وهو خسران ده مورينيو اللي على الشاشه بن كولر اللي في النهايه وكيل اعماله وقال مع كابتن شوبير انه لو المسائل ليها علاقه بيا فانا في قمه الحزن ان الراجل ده يرفض مرتين من السعوديه عروض بمبالغ فلكيه لان عنده اتفاق مع اداره الاهلي. كل ده يقودنا لايه في الاخر؟ ان الراجل ده بيقول الحقيقه. لازم لما يقول لك حاجه تصدق الراجل في اللي بيقوله. انا كمان من اكثر الحاجات اللي عجباني فيه انه صادق وانا كنت تملي اقول لك هذا الكلام. انه برنس وصادق ما بيتلككش كتير يعني. وبيحاول يعني يلخص الامور كما يراها ودي نقطه بتخلي المدرب اولا بتعكس ثقته بنفسه وثقته في فريقه ده كلام مهم جدا احنا بيداهمنا الوقت لكن الاسبوع ده كان خبر مهم جدا آه. اعتماد اللجنه الاولمبيه الدوليه خمس العاب جديده في البرنامج الاولمبي منها الاسكواش سنه في 28 في 28 شوف الخبر ده انا كنت منتظره من زمان اه وكنت اتمناه بس انا دايما ببقى عندي تخوف. ان في كل مره نقول على لعبه احنا متفوقين فيها يا رب اول ما تدخل الاولمبيات اول ما تخش الاولمبياد يعني المسافات الطويله تماسيح النيل تماسيح النيل أه؟ لما بقت فيه مسابقات رسميه على مستوى العالم. غرقنا ما فيش تماسيح ولا ضفادع. <applause> 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 فانت النهارده الاسكواش. اه. خلي بالك النتائج السنه دي لا مش زي السنين اللي فاتت امم فيها فيه تراجع مش في تقدم مم. للاخرين مش تراجع آه. الناس بدات تشعر ان ربما تدرج مم. بتسمع بول كول بتسمع كذا اسم يعني ما عادش باكستان بس يعني علي وفرجيك اه مم. لا باكستان ايه ما خلاص ده باكستان مم. راحت الا إيه اذا قررت بقى انها ترجع تاني مم. لان اللعبة دي الشعبيه عندهم انا اتمنى اتحاد السكواش ينظر الى هذا الامر نظره جاده وخصوصا ان في لعيبه عندنا بدات تتجنس بجنسيات يعني عندك اثنين لعيبه راحوا خدوا الجنسيه الانجليزيه ف نتمنى ان شاء الله حطوا الح... خدوا من كلام الريس وحطوا المكانه والحوافز اللي تخلي ابطالنا يقعدوا في بلدهم ان شاء الله تعالى دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبحوا على خير